بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر شاشة نهار الرياضة لكم تحيات وأرق أمنيات معلقكم الرياضي سيد السعلبي، وأهلا ومرحبا بكم ومتابعة حية لإحدى مباريات دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة، لقاء يجمع الغربية والبحيرة بلدية المحلة، ممثل الغربية ومتصدر المجموعة الثالثة أمام دمنهور ممثل البحيرة وتامن هذه المجموعة. عموما لقاء صعب جدا ومرتقب لكلا الفريقين، ومواجهة بين كابتن رمضان السيد صاحب الملعب وكابتن رضا عبد العال اللي تولى مسؤولية المدير الفني مع فريق دمنهور منذ فترة قليلة. خلينا نخوض في تشكيل الفريقين ونقول لحضراتكم أصحاب الدار وأصحاب الملعب. فريق بلدية المحلة بيمثله في حراسة المرمى محمد البحيري اللي بدأ اللقاء بدلا من أشرف بخيت اللي أصيب أثناء عملية الإحماء، أحمد العزب ومحمد عبد الحميد حكة اثنين في قلبي الدفاع، على يمينهم حسام زين وعلى شمالهم إبراهيم حسن، ثم اثنين محورة ارتكاز شوقي فتحي ومحمد عبد الله، والثلاثي محمد الدقي ومحمد حسن ومحمود السيد، قدامهم محمد نصر استرايكر. ده فريق بلدية المحلة وتشكيله اللي هيخوض اللقاء النهاردة. قلت لحضراتكم تشكيل فريق بلدية المحلة، ومعا نخوض في تفاصيل وتشكيل فريق دمنهور. عمرو السعيدي في حراسة المرمى، أحمد ناصف وحمادة جلال اثنين قلبي للدفاع، على يمينهم أحمد سالم وعلى شمالهم محمد بدر، حسام صلاح وعماد علاء ومحمد السنجاوي ثلاثي وسط الملعب، ثم الثلاثي الهجومي محمود معاذ وعماد شرف الدين، وقدامهم وجيه عبد الحكيم. طاقم تحكيم زي ما نشوف أمام حضراتكم، عبد العزيز السيد من منطقة الجيزة، وساعد حكم أول بطل علي من القاهرة، أيمن العقاد مساعد حكم تاني من القاهرة، الرابع محمد سامي من الشرقية مراقب لجنة المسابقات، أحمد عبد الشافي من كفر الشيخ. فريق البلدية صاحب الملعب أمام حضراتكم، ده فريق دمنهور. فريق البلدية بيحتل المركز الأول برصيد 34 نقطة بعد ما لعب 14 مباراة، فاز في 11، تعادل في مباراة، هزم في 2 ل 22 هدف وعليه 8. فريق دمنهور الطامح الطامع بقيادة رضا عبد العال لعب 14 مباراة، فاز في 5، تعادل في 4، فاز في 5، تعادل في 4، هزم في 5، عليه 16 هدف وعليه 13، بيحتل بيهم المركز الثامن. عموما اللقاء يصعب التكهن يعني بنتيجته، صعب التوقع النهارده، انما فريق بلديه المحله فريق بينافس، فريق عايز يحتل قمه هذه المجموعه بعد ما عدلها، بعد ما تعادل الرجاء وفاز هو على فريق غزل المحله، انما فريق دمنهور رايح رضا عبد العال، وصرح رضا عبد العال وقال انه يكسب النهارده ويكسب كل الفرق اللي بتكون في المقدمه، مش مهم انا في المركز الثامن، انما اكسب الفرق الكبيره، اضيق الفارق، اخوض في نفس اطار المنافسه. فريق حرس الحدود اللي هيقابل النهارده هيلعب في كفر الشيخ، بيحتل المركز الثالث، بدا يخش في الصوره شويه. عموما مجموعه صعبه هي المجموعه الثالثه، الترتيب فيها للبلديه صاحب المركز الاول، الرجاء صاحب المركز الثاني، حرس الحدود صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة، ويجي فرقه في المركز الرابع وغزل المحلة في المركز الخامس. مؤخرة هذه المجموعة الحمام تصاعديا كده برصيد 9 نقاط، نفس الرصيد تكرنس ومياه البحيرة، ثم صيد المحلة 10 نقاط وبدر 11 نقطة. قلنا الشكل العام للمجموعة، إنما اللقاء النهاردة هيكون صعب بين رمضان السيد اللي بيستضيف رضا عبد العال، والاثنين اسماء تقيله جدا واسماء كبيره جدا، وادي صافره البدايه عبد العزيز السيد بيطلقها، ومعا نتابع لقاء بلديه المحله ودمنهور. على الشمال هيكون فريق بلديه المحله بالزي الاحمر، وعلى اليمين فريق دمنهور بالزي الازرق. بلديه المحله اللي بيخوض اللقاء النهارده يعني تغييرين كده، تبديلين داخل الملعب، غايب محمد المالح تاني هداف المجموعة برصيد 7 أهداف، وشارك مكانه محمد نصر، وشارك أيضا محمود السيد اللي دخل مكان محمد توكل. التبديل كان اضطراري في بداية اللقاء باشتراك محمد البحيري حارس المرمى بدلا من أشرف بخيت على طول ياخد، ونشوف مع بعض ايه اللي هيتم في هذا اللقاء. انما تشكيل دمنهور هو اخر لقاء لعبه امام دي كيرنس، وهو هو التشكيل، انما شارك النهارده حسام صلاح بدلا من احمد السيد. يلا نشوف الاحمر والازرق، يلا نشوف ممثل الغربية وممثل البحيرة، نشوف مين يفوز على مين. اللغة الرسمية لكرة القدم هي الاهداف، مين
يسجل في مرمى مين ما يهمناش، انما الهدف بيدي شكل للقاء للمتابعين للمحللين زي ما قال كابتن وليد صلاح كده في ضيافه كابتن كريم حسن شحاته، هدف مبكر في بدايه اللقاء هيدي شكل وهيدي لون وهيدي طعم. نشوف مين يسجل في مرمى مين، بلديه ربما دمنهور احتمال، وادي الكوره في نص الملعب، محاولات من فريق البلديه ومحاوله للاستحواذ على الكوره ومنطقه المناورات، وادي بدايه هجمه لاصحاب الرداء الازرق من الجانب الايمن. احمد سالم متقدم في الجانب الايمن ومستني، اتقطعت الكره وياخد فريق البلديه على طول، ابراهيم حسن ياخد ينقل في الامام، محمود السيد يتحرك يمشي هيلعب في العمق، انما حط واحده حلوه قوي في اتجاه محمد نصر، يقدر محمد نصر اللاعب قبل كده في فريق دمنهور، وادي محمد نصر وهنشوف الكره العرضيه من هنا على حدود منطقه جزاء البلديه، صفاره من عبد العزيز السيد القادم من منطقه الجيزه، وعلى طول ركله حره مباشره لصالح فريق دمنهور. ادي الحوار، ادي النقاش بين حكم اللقاء ولاعب بلديه المحله، اتكلم معاه كده بيقول له مفيش نقاش مفيش كلام، ركز في اللعب عشان ما استخدمش بقى الكارت الاصفر. عموما تحذير شفوي في بدايه اللقاء، بعد كده هيكون التعامل بالكارت الاصفر، تطاول اي لاعب زاد عن حده المعارضه او الكلام هيكون الكارت الاحمر. احمد ناصف وحماده جلال وتمرير امام منطقه جزاء فريق الدمنهوري، توزيع في الجانب الايمن في اتجاه احمد سالم، احمد سالم واحده طويله تقلش تطلع بره الملعب لهدفين، احمد سالم سجل في مرمى الاولمبي وسجل في مرمى المنصوره من ركله جزاء، تتلعب كورته الطويله وياخد فريق البلديه وابراهيم حسن التماس. ادي ملعب بلديه المحله تم تجهيزه مسؤولي ومديري الاستاد، جهزوه بشكل كويس جدا بما يتناسب مع هذا الجو الشتوي والممطر، وادي واحده وادي هجمه ويكمل على طول حماده جلال بالقدم اليسرى يحطها كده في نص الملعب، وادي الهجوم الازرق مع بدايه اللقاء ونشوف المحاوره من هنا ممكن تبقى تسديده لتعمل عرضيه ارضيه، انما على طول توصل للبحيري ويمسك اللي شارك بدلا من المصاب اشرف بخيت. دمنهور شكله اوقع في اول خمس دقائق، لسه ما وصلناش للدقيقه خمسه، يعني انما ربما تكون طريقه وخطه رمضان السيد امتصاص حماس الفريق الدمنهور وامتصاص حماس رضا عبد العال، ونشوف هو هيتصرف ازاي مع هذا الحماس وهذا الضغط اللي انتهى بتسديده ضعيفه مسكها على طول محمد البحيري. ادي التجهيز المحلاوي، وادي واحده اماميه في اتجاه محمد نصر، انما في زقه في دفعه مصفر عبد العزيز السيد عشان ياخد الفريق الدمنهوري وعمرو السعيدي الركله الحره المباشره، كانت مناشده من رضا عبد العال ليه محافظ البحيرة دكتور محمد سلطان بضرورة دعم الفريق الدمنهوري. مش معقول زي ما قال زميلنا محمد عطية باقر صاحب بريت ميسا، 6.5 مليون نسمة عدد سكان دمنهور، المئات من مراكز الشباب و25 نادي، وهذا الوضع يكون في دمنهور بعيد عن المنافسة وبعيد عن الأضواء. وادي الهجمة الدمنهورية وادي الصفارة، الموسم الماضي في دور الترقي صفيات النهائية خسر دمنهور امام طنطا على ملعب طنطا 0-1، وتعادل على ملعبه وخرج طبعا بعيد عن الصوره، وصعد طنطا للممتاز، وبيعاني فريق دمنهور في القسم الثاني والمجموعه الثالثه. بالناشد كل المسؤولين، بالناشد كل المتابعين والمحبين للانديه الجماهيريه والشعبيه، نضرب المثل بدمنهور النهارده بضروره توحيد الصفوف وتكاتف كل الجهود عشان تكون هذه الفرق الممثله للمحافظات موجوده في الدوري الممتاز. اخر موسم لدمنهور كان في الدوري الممتاز 2014 2015، مش معقول دمنهور صفاء رجب ورجب عبد السلام والازاز وبركات وفوز الشاعر والتيتي يكون بهذا الشكل. نشوف الركله الحره باللون الازرق اتلعبت اتشاطت في الحائط البشري، تخش الملعب مره ثانيه ونشوف الهجمه المرتده لاصحاب الرداء الاحمر، سدد كويس قوي في اللعبه اللي فاتت محمد السنجاوي، انما ادي الصفاره وادي الفاول وادي الركله الحره المباشره لصالح فريق بلديه المحله في نص الملعب كده والجانب الايمن، ورايح على طول الحكم وحكم الدوري الممتاز عبد العزيز السيد القادم من منطقه الجيزه عشان الركله الحره المباشره. ابراهيم حسن رقم 3 ظهير ايسر البلديه يروح يعملها بالقدم الشمال بالقدم اليسرى عشان تلف وتروح على مرمى عمرو السعيدي، واول انذار في اللقاء من نصيب رقم 25 عماد علاء، ده اول انذار
في اللقاء لاعب وسط الملعب في فريق دمنهور، الانذار الاول في اللقاء. ابراهيم حسن عرضيه عشان تفوت لازم تعدي راس اول لاعب يقابلها، وادي التسديده مره ثانيه، انما يبدو ان في صفاره من عبد العزيز السيد. لعبها وحش ابراهيم حسن، عايز يعليها، جت الكوره مش بالشكل المرتفع او المطلوب، يطلع فريق دمنهور وفي ركله حره وفي انذار، ادي انذار ثاني. حكم اللقاء عبد العزيز السيد بيحذر، حكم مش واضح لنا، وادي عبد العزيز السيد والانذار الثاني. هنشوف نقول لحضراتكم ونشوف بيسجل الانذار وركله حره مباشره لصالح الفريق الدمنهوري. رقم خمسه بيلعبها حماده جلال، على طول بتبدا الهجمه عن حماده جلال واحمد ناصف، ده السيناريو اللي بنشوفه عشان يكمل احمد سالم ومحمد بدر من جنبين الشمال واليمين، انما واحده تتخطف كده وياخد حكه على طول محمد عبد الحميد حكه واحمد العزب، الاثنين المساكين في صفوف بلديه المحله، نفس الاداء تقريبا اللي بيقوم بيه احمد ناصف وحماده جلال في فريق دمنهور. ادي واحده في نص ملعب فريق البلديه، وادي النقله بسرعه اتخطفت، حاول محمد حسن في اللعبه اللي فاتت انما اتقطعت الكره وترجع عند ابراهيم حسن، ياخد يمر يفوت يمرر في نص الملعب، ونشوف الهجمه يتحرك ازاي شوقي فتحي ويتحرك ازاي محمد عبد الله، وادي محمد حسن اللي حصل على الانذار، وادي الكره وادي اللعبه، ونشوف العرضيه من هنا، ادي عرضيه وحلوه يطلع على طول الدفاع الدمنهوري بانذار لمحمد حسن في صفوف بلديه المحله، وانذار لعماد علاء في صفوف فريق دمنهور، والاثنين بيلعبوا في نص الملعب. ادي واحده ادي الثانيه ادي الهجمه المرتده، نشوف بقى من هنا النقله تتنقل ازاي، تتنقل ازاي، تتحط ازاي، حسام صلاح محمود معاذ، انما يوصل احمد سالم يحطها في نص الملعب، تحرك عماد علاء، توزيع من عماد علاء في اتجاه رقم 22 محمد بدر، فات محمد، عرضيه حلوه من محمد وهوبا ضربه الراس وجيه عبد الحكيم، انما بعيد عن مرمى محمد البحيري. حلو اللقاء من بدايته مش بطال، فريق الدمنهوري شكله جاي ورايح على المحلة عشان يقابل فريق البلدية بغية الحصول على الثلاث نقاط، هدوء شوية في أداء البلدية، إنما يقول لك واحدة واحدة كده أوصل لجول دمنهور، وادي انطلاق والتسديدة، حلوة التسديدة من محمد نصر إنما راحت بعيد عن مرمى عمرو السعيدي. هنشوف مباراة حلوة، وأتوقع على الصعيد النظري حد هيسجل، هل ممكن البلدية؟ ربما دمنهور احتمال، انما في اهداف في الشوط الاول، هنشوف نستمتع ونقول ونكرر ونزيد ونعيد ونقول مين يسجل في مرمى مين ما يهمناش، بلديه ماشي، دمنهور ماشي، عايزين نتفرج نعلق ونحلل ونشوف الجول يجي ازاي، مين يخطئ مين يسجل. ادي واحده طويله حلوه وجي عبد الحميد ومحاوله، كمل كده محمود معاذ في اللعبه اللي فاتت انما اتخطفت، ادي اللعبه وادي محمد حسن بيتحرك كويس قوي، محمد حسن تحت محمد نصر، اتحطت في العمق مره ثانيه، تكتل دفاعي دمنهوري، محمد حسن وانطلاق، محمد حسن وركله حره مباشره، راح على طول عبد العزيز السيد، تدخل بقوه من حماده جلال، صفاره يقع محمد حسن، يقوم سليم يكمل ان شاء الله. محمد حسن يقوم يكمل مع فريق البلديه، ياخد في اللعبه اللي فاتت حماده جلال انذار، يبقى انذارين في صفوف فريق دمنهور. بدلاء بلديه المحله أشرف بخيت، محمد فوزي، هشام رشدي، أحمد سعيد، أشرف أنور، محمد الشبيني، محمد توكل غايب، تاني هدافي المجموعة برصيد 7 أهداف محمد المالح، إنما هداف المجموعة هو محمد الفيومي لاعب حرس الحدود برصيد 9 أهداف. يا أحمد، يا أحمد محمد حسن يكمل بإذن الله سليم مع فريقه، تحيات سلامات إخوة زمايلنا الصحفيين في المحلة، يعني قبل اللقاء وفونا بالكثير من المعلومات، كل الشكر والتقدير ليهم، زملاء عبد النبي النادي، إبراهيم المتولي، حسام جبر، حسام نور، كريمة عبد الرحيم، شكر والتقدير لعبد الهادي شحاتة وأحمد سليمان دول ألقاب معلش مسؤول استاد البلدية. وادي العرضية حلوة قوي تطلع من داخل منطقة الجزاء، أدي ضربة الرأس مرة تانية، انطلاق دمنهوري في نص ملعب فريق البلدية، مفيش تسلل مفيش حاجة، وادي التصويبة، كان لازم يستنى شوية يأمن نفسه شوية، يحط بين نفسه بين الكورة وبين اللاعب، إنما استعجل في اللعبة
اللي فاتت وشاط على طول محمد السنجاوي، كان قال نجم وليد صلاح الدين محمد مصطفى السنجاوي بيلعب في نص الملعب انما بيزيد بيهاجم. قال ركزوا، خلينا نركز مع هذا اللاعب ورؤيه ووجهه نظر من نجم كبير زي وليد صلاح الدين. ادي واحده تنزل حلوه قوي، يبدا الهجمه احمد ناصف يوزع في الجانب الايمن، احمد سالم ياخد، هيلعب ازاي كرة طويلة، طلع بالطويلة على الارض، حلو قوي تكون على الارض وتبقى سهلة. مرة تانية محمد حسن يقطع كثافة عددية في نص الملعب، وده اللي بدأ بيه رضا عبد العال، حاول يسيطر على منطقة المناورات، سيطر على هذه المنطقة، يمسك على طول زمام الامور تبقى في ايده، يقدر يتصرف في اللقاء زي ما هو عايز، يكون التوفيق بتاع ربنا. صفارة وركلة حرة مباشرة لصالح بلدية المحلة، 12 دقيقة مشاهدينا الكرام، مشاهدي لقاء بلدية المحلة ودمنهور، لقاء اللي بيقام في إطار الجولة رقم 15 لدوري القسم الثاني والمجموعة الثالثة. حكم اللقاء وحوار مع مسؤولي وجهاز فني الفريق الدمنهوري، حوارات لم ولن تؤتي بأي نتيجة والله. حمادة علوي ده الجهاز الفني لفريق البلدية مدير الكورة، وحوار مع عبد العزيز السيد. الأجهزة الفنية تركز في كيفية إدارة اللقاء، اللعيبة تركز في كيفية الأداء في الملعب، حكم يركز في شغله، إحنا كلنا نركز معلقين ومحللين، يطلع اللقاء بالشكل الأمثل واللي إحنا بنتمناه. أدي هجمة، أدي العرضية على حدود منطقة الجزاء، والله داخل الستة ياردة، إنما التغطية من أحمد سالم، ياخد مرة تانية فريق البلدية، وأدي التمرير على حدود منطقة الجزاء، محمد حسن اللي بيقول عليه رمضان السيد وبيقول عليه مسؤولية النواحي الهجومية، اتخطفت الكرة وياخد الفريق الدمنهوري، مصروعين على الاتجاه ناحية مرمى فريق البلدية. أدي النقلة الحلوة أوي عند محمد بدر، يحطها في نص الملعب محمد بدر، حلوة. محمد السنجاوي مرة تانية التمرير، واحدة في العمق وواحدة على الجنب، وادي العرضية باللون الأزرق حلوة، يطلع يمسك، برافو على طول محمد البحيري. محمد البحيري وعمرو السعيدي حارسي المرمى النهاردة هيكون لهم دور كبير جدا في تحديد نتيجة هذا اللقاء. واحدة أمامية في اتجاه وجيه عبد الحكيم، ياخد وجيه، ينزل وجيه على الأرض حلوة لمحمود السيد، يرجع محمود السيد في اتجاه حسام زين، حسام محمود السيد مرة تانية يرجع للخلف، بيلعب مان تو مان في نص الملعب فريق دمنهور، وادي المحاولة من وجيه عبد الحكيم اللي بيضغط على احمد العزب ومحمد حكة، انما تتمرر في نص الملعب، تحركات كويسة من شوقي فتحي وتوزيع في الجانب الايسر في اتجاه ابراهيم حسن، شوفوا بقى قطع ازاي، دخل على جوه انما على يمينه الكورة، يلعب البينية معرفش يشوط، ما قدرش يشوط، اشول والكورة على يمينه، قال امرر، دعت الكورة وكانت هجمة حلوة لفريق البلدية. صوتنا عالي، صوتنا سريع مع اللقاء وفقا لاداء الفريقين، هجمة هنا وهجمة هنا، انما لسه الايجابية ولسه الواقعية، نشوف الكورة تحتضن الشباك لمين، كرة تحت عرضة وقائمي مين، هل البلدية هل دمنهور بنتمنى. مرة تانية سقوط على الأرض لمحمد حسن، لعيب مميز بقول لحضراتكم، رقم 18 محمد حسن في صفوف بلدية المحلة، قدم مباراة كبيرة الأسبوع الماضي أمام النادي الأولمبي واللي فازوا فيها. خمستاشر دقيقة مشاهدينا الكرام، مازال التعادل السلبي قائم في لقاء بلدية المحلة ودمنهور، لقاء الجولة رقم 15 اللي بتجمع الفريقين على ملعب البلدية. تماس محمد بدر، اتلعبت ضربة رأس محمد حسن، محاولة في نص الملعب، ياخد كويس قوي عماد علاء، اتعملت طويلة، نازل وجيه عبد الحكيم تحت منه عماد شرف الدين، انما توصل الكورة لمحمد البحيري. يبدأ البحيري الهجمة عن طريق ظهيره الأيسر إبراهيم حسن، يقرب له شوقي ويقرب له محمد عبد الله. أدي التمرير والتحضير، أحمد العزب وحكة بيكملوا في بداية هجمات فريق بلدية المحلة، ودي واحدة أمامية، التغطية من حمادة جلال، يحاور حمادة، أشول حمادة، طول البنيان طويل القامة، يلعب الكرة الطويلة ما وصلتش في اتجاه وجيه عبد الحكيم، إنما في نص الملعب ضربة رأس حلوة كملها كويس كده عماد،
توصل في الجانب الايمن يلحق احمد سالم، ما يلحقش احمد سالم وتكون من نصيب ابراهيم حسن. ابراهيم حسن يمرر، عبد الله وشوقي، شوقي طويله، اتجاه تحرك من محمد ناصر اللاعب بقول لحضراتكم الموسم الماضي في سوده منهور. كده تسديده، كده تصويبه، والقلشه يطلع يمسك على طول عمرو السعيدي، يطلع يمسك عمرو السعيدي، يوزع عمرو السعيدي وياخد على طول محمد بدر، يمرر محمد بدر، عماد علاء، ادي عماد ماشي، عماد واقف على كورته يحطها حلوه قوي، نازل له وجيه عبد الحكيم، وادي الهجمه، وادي التمريره، وادي واحده مره ثانيه انما اتاخر فيها محمد السنجاوي اللي داس على كورته ووزع في الجانب الايسر اللي مكمل فيه حماده جلال، عايز يلعب ناحيه الشمال كان زايد كمان محمد بدر، انما تنزل الكره نص الملعب وسيطره وهيمنه الفريق ده منهور، ويمسك على طول عماد علاء يوزع، السنجاوي يطلب في العمق، اتحطت ترجع مره ثانيه، يستلم محمد السنجاوي على الارض كورته حلوه، ادي عماد علاء، عماد علاء وطالع احمد ناصف، وادي التسديده من بعيد جدا انما بعيد عن مرمى بلديه المحله. ياخد محمد البحيري ركله المرمى ويوزع في الجانب الايسر. ابراهيم حسن ياخد لنفسه، كمل والله ابراهيم وتحرك العزب اماميه في عمق نص الملعب في اتجاه محمد نصر، انطلاق من نصر، مخطوفه من نصر، توصل على طول وبالقدم اليمنى يمرر محمد بدر، حط في نص الملعب، تحركات حلوه من عماد علاء، تحركات حلوه من حسام صلاح، مره ثانيه ياخد الفريق ده منهوري وياخد احمد ناصف، مقطوعه يقطع في السكه، قافل كويس العزب، قافل كويس محمد عبد الحميد، وادي واحده طويله، وادي ضربه الراس من محمد بدر اتخطفت، ونشوف يتصرف فيها ازاي محمد بدر اللي بيرجع للخلف عند حماده جلال، يلعب واحده طويله حماده توصل نص ملعب البلديه لما مقطوعه بضربه راس، قصير شويه عماد علاء ما خدش بضربه الراس مع محمد حسن، انما في صفاره وفي ركله حره مباشره على فريق بلديه المحله. احمد ناصف، سالم، محمد بدر، والله مكمل حماده، يستلم حماده، يزيد محمد بدر على طول في المنطقه الهجوميه في الجانب الايسر لفريق دمنهور، يرجع للخلف عند حماده جلال، مقطوعه مردوده انما مؤخر نفسه كويس عماد علاء، ياخد عماد، يمرر عماد، حرك له حسام صلاح انما عطي الفرصه عبد العزيز السيد، وادي الهجمه، وادي التسديده ضعيفه وتطلع الكوره بره الملعب عشان ياخد فريق البلديه ركله المرمى. 19 دقيقه تعادل سلبي ما زال قائما في لقاء بلديه المحله وفريق دمنهور، سقوط على الارض للاعب دمنهور، يقوم سليم يكمل باذن الله. ادي الفريق الدمنهوري وادي المحاولات، ونشوف اللي هيتم. احمد سالم كان داخل نص الملعب انما قام سليم يكمل باذن الله مع الفريق الدمنهوري. محمد البحيري طويله، كره البحيري بيحاول لوحده في المنطقه الهجوميه محمد نصر اللي بدا اللقاء بدلا من محمد المالح هداف الفريق وتاني هداف المجموعه اللي غايب لحصوله على الانذار الثالث في هذا اللقاء. قوة ضربه مفيش كلام بيعتمد عليها رمضان السيد، انما الانذار الثالث حال دون مشاركته في هذا اللقاء الهام. كل لقاءات البلديه وكل لقاءات الرجاء اللي هيخوض لقاء امام المنصوره النهارده كلها في غايه الاهميه، الفرقتين اقرب للمركز الاول، فارق نقطه بين الرجاء والبلديه. بلديه 34 نقطه، الرجاء 33 نقطه. الفريق الثالث هو الحرس برصيد 27 نقطه اللي هيخوض لقائه امام كفر الشيخ الساعة 5 ان شاء الله. ادي المحاولة وادي احمد سالم يحاول انما اتقطعت الكرة والهجمة المرتدة لفريق البلدية والجانب الايسر. انطلاق، انطلاق من الجانب الايسر للبلدية. زاد الدقي وزاد محمود السيد انما الصفارة من عبد العزيز السيد والركلة الحرة المباشرة. احمد العزب، حسام زين، طويلة كرة حسام، تدخل بقوة في راية والتماس لفريق دمنهور، تدخل بقوة الحمد لله مفيش أي إزاء،
ياخد الفريق الدمنهوري التماس التنفيذ لمحمد بدر ظهير ايسر دمنهور. ادي محمد بدر وادي التماس باللون الازرق. اتلعبت طويله وعاليه، تدخل من حسام زين انما توصل عند رقم 32 وجيه عبد الحكيم سترايكر فريق دمنهور طويل القامه. شوف يستفيد منه الفريق الدمنهوري في الكرات العرضيه ازاي. شوقي فتحي محمد عبد الله ومحاولات يقطع محمد بدر، يرجع بدر لحماده جلال اللي بيلعب كره طويله مردوده فنيا طبعا اللقاء بعيد عن اللي احنا بنتمناه، انما الحماس هو السائد على اداء لاعبي الفريقين. ادي المحاوله وادي محمد حسن وادي التمرير ناحيه الشمال نشوف تبقى عرضيه ولا. ادي طالع وادي الاوفرلاب اتحطت كويسه، اتحطت كويسه فات والله حلو ابراهيم حسن اللي محتفظ بيها ويعملها بيمينه عاليه، انما في صفاره وشاره من حكم اللقاء عبد العزيز السيد كده بلمسه يد تقريبا على الظهير الايسر ابراهيم حسن. فريق دمنهور يبدا الهجمه، اتحط في نص الملعب مقطوعه بينزل كتير جدا وجي عبد الحكيم نص الملعب، ده بيقلل طبعا من النواحي الهجوميه لفريق دمنهور، انما ربما يكون حاجه متفقين عليها ينزل ويكمل عماد شرف الدين ويكمل محمود معاذ، دي المناطق الخاليه اللي بيخلقها اللاعبين وفقا لما اللي اتدربوا عليه في التدريبات او وفقا لمحاوله خلخله فريق بلديه المحله بنزول وجيه عبد الحكيم. ادي الاخطاء امام حضراتكم، بلديه المحله 7 دمنهور 4. شكر والتقدير لزمايلنا في الاعداد، كل حاجه حطت قدامنا وادي اللعبه وياخد على طول احمد ناصف قلب دفاع الفريق الدمنهوري. احمد ناصف وضغط من نصر يلعب طويله، احمد ناصف مقطوعه بضربه راس طالع محمد عبد الحميد حضن ومامن احمد العزب، وادي رميه التماس احمد سالم لفريق دمنهور. اتحطت اتلمست اتسندت، ياخد السنجاوي يمر السنجاوي يفوت السنجاوي يسدد السنجاوي ما سددش السنجاوي، فات كويس مر كويس احتفظ بيها ضاعت، ياخد فريق البلديه والهجمه المرتده. ادي الهجمه المرتده محلويه اتحطت حلوه واتحرك على طول نصر، هنشوف نصر في العمق يتصرف ازاي، انما تدخل بقوه من عماد علاء بره الملعب الكوره والتماس لبلديه المحله. ادي تماس لفريق بلديه المحله راح وقرب حسام زين عشان تتعمل من هنا، وشوفوا التريك اللي حافظينه عشان ينهوه بكرة عرضية، انما خدوها تماس مرة تانية. رضا عبد العال في المنطقة الفنية الخاصة بالفريق الدمنهوري، رمضان السيد وجهازه الفني في المنطقة الفنية الخاصة بفريق بلدية المحلة، كل مدير فني بيمن نفسه طبعا بالفوز والحصول على الثلاث نقاط وتكملة مشواره في هذه المجموعة، المجموعة الثالثة المجموعة سي ودوري القسم الثاني بحثا عن الوصول للدوري الممتاز، دوري البهوات البشوات دوري المليونيرات. شوف العرضية المحلوية وحلوة، انما انقضاض والوضع طائرا، تطلع الكرة بره الملعب، قفلوا كويس احمد ناصر وحماده جلال في اللعبة اللي فاتت. ضغط الفريق البلدية خلال الخمس دقايق اللي فاتوا، ادي المحاولات وادي شوقي فتحي ياخد، شوقي يرجع للخلف توصل له مرة تانية انما اطول من اللازم وتكون من نصيب الحارس عمرو السعيدي. ياخد عمرو السعيدي هيبدأ يلعب بإيده ورجله يوصل الكرة نص ملعب بلدية المحلة بعد ما وصلنا ل 25 دقيقة من عمر الشوط الأول ما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف بلدية ودمنهور صدر المجموعة وصاحب المركز الأول أمام صاحب المركز الثامن. من يحصل على الثلاث نقاط النهاردة؟ هل البلدية ويتربع على قمة هذه المجموعة؟ هل دمنهور يرفع رصيده ل 22 نقطة ويتقدم خطوة للأمام؟ هنشوف مع بعض ولا هتكون نقطة لكل فريق ولعبة الكلاسي الموسيقية في المجموعة الثالثة. واحدة طويلة مغطي كويس أحمد ناصف، يشتت أحمد ناصف إنما الكورة تعلى وتنزل على حدود منطقة جزائه، عماد علاء يحاول، أدي توزيع في الجانب الأيمن، كده عرضية محمد حسن أقوى من اللازم، حاول يوصل عند محمد نصر، زود درجة الدقة في اللعبة مع قوة طلعت بالشكل اللي هو ما يتمناهوش ولا الشكل كمان اللي إحنا نرغبه، اتحط بين الحارس وبين
خط الستة ياردة، انقضاض المهاجمين يفرق كتير، ونشوف التحركات تبقى ازاي. انما ألشأ من محمد حسن، بتطلع الكرة بره الملعب وركلة مرمى للفريق الدمنهوري، التنفيذ لعمر السعيدي. استحواذ متساوي بين بلدية المحلة ودمنهور بعد ما وصلنا ل 27 دقيقة من عمر الشوط الأول، 50% 50%. واقف اللعب، متوقف اللعب، في حاجة مش واضحة لنا كده، نشوف إيه اللي هيتم ونقول لحضراتكم، أو إيه اللي بيتم ونقول لحضراتكم. 11 فوز ما شاء الله لفريق البلدية، جمع منهم 33 نقطة وتعادل واحد نقطة ب 34 نقطة، هذا التعادل كان مع شربين في الجولة 12، تعادل 1-1، هزم في مرتين فريق بلدية المحلة من المنصورة 0-2 ومن فاركو 0-1 الأسبوعين الثالث والسادس. فريق الدمنهوري فاز في 5 مباريات على الحرية والحمام، على نابورو، على كفر الشيخ بنتيجة واحدة 2-0، وعلى تكرنس وآخر لقاءاته 1-0. هزم في 5 مباريات من شربين، من غزل المحلة، سيد المحلة، كوم حمادة، الرجاء. ونستأنف معا اللعب مرة تانية. عمرو السعيدي، طويلة، كرة عمرو بعيد، وجيه عبد الحكيم، تسقط في اتجاه الظهير الأيمن أحمد سالم، الضغط ترجع أحمد ناصف، أمامية نص الملعب، اتحرك حسام واتحرك السنجاوي، يكمل احمد سالم، يقدر يفوت، يقدر يمر، والله فات في ركله حره، في ركله حره على حدود منطقه جزاء البلديه، وكارت اصفر، ودي انذار لابراهيم حسن لاعب البلديه، انذار للظهير الايسر رقم 3. نشوف مع بعض، في انذار قبل كده لمحمد حسن، وفي انذارين لعماد علاء وحماده جلال في دمنهور، وادي الانذار بيأيده عبد العزيز السيد. ركله حره، مكان مناسب جدا للتسديد، عايز حد صاحب قدم يسرى، تتلف شويه دقه ممكن تسكن الشباك، ونشوف مع بعض الركله الحره اتعمل ازاي، تلعب عرضيه ولا بتسديده، واقف مسافته قريبه بينه وبين الكوره، يبقى لعبها على الارضيه، وادي العرضيه، انما على طول براس دفاع البلديه تطلع الكوره بره منطقه الجزاء. الهجمه للبلديه المرتده، اتلعبت طويله لوحده في المنطقه الاماميه، محمد نصر ياخد يفوت، يقدر يلعب بالعرض، ادي العرضيه من هنا، تاخر، عرضيه حلوه، انما يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، قافل كويس قوي محمد بدر، تغطيه على اعلى مستوى، يقطع في توقيت مناسب، مره ثانيه الخطا الدفاع من فريق دمنهور، ودي الهجمه كده عرضيه كده با، مره ثانيه تسديده غابه من ثقال لاعبي الفريقين، وهجمه خطر بتضيع من بلديه المحله في الدقيقه 29، كان ممكن يبقى هدف التقدم محلاوي، ضاعت الفرصه، ضاع الهدف من فريق بلديه المحله، انما المباراه مش بطاله حتى الان. تابع لقاء البلديه ودمنهور، لقاء الجوله رقم 15، وحسام زين هو اللي حصل على الانذار، الظهير الايمن رقم 11، وادي الكوره وادي التمرير، يبقى انذارين في صفوف فريق بلديه المحله لحسام زين ومحمد حسن، وانذارين في صفوف دمنهور لحماده جلال وعماد علاء، وصفر للبلديه وصفر لدمنهور بعد ما وصلنا ل 30 دقيقه من عمر الشوط الاول. واحده اماميه في اتجاه وجيه عبد الحكيم، ضغط كويس قوي من عبد الحميد حكم، قرب المسافه بينه وبين وجيه، صفاره وركله حره مباشره على محمد بدر ظهير ايسر البلديه المتقدم، بيتكلم وبيعترض، انما خلاص صفاره الحكم طلعت، القرار طلع ركله حره مباشره لفريق البلديه، مفيش كلام بعد اللعبه، مفيش تراجع عن القرار، خاصه وان القرار غير مؤثر بالمره دي، المنطقه الهجوميه لفريق دمنهور. وادي الاخطاء امام حضراتكم، بلديه 8 دمنهور 5، والتعادل السلبي هو عنوان لقاء الفريقين، ممثل الغربيه فريق البلديه، ممثل البحيره فريق دمنهور. ياخذ الفريق الدمنهوري، نازل كده حسام صلاح، انما الطويله من احمد ناصف، محاولة مرة تانية محمد السنجاوي، محمد مصطفى السنجاوي، حلوة قوي، عامل واحدة حلوة كده، كان اتحرك فيها انما اتأخر في اللعبة اللي فاتت، وتطلع الكورة بره الملعب، وياخد فريق البلدية على طول ركلة المرمى. ركلة مرمى لفريق البلدية، كان مكمل رقم 9 عماد شرف الدين في اللعبة اللي فاتت، والله في تماس تقريبا للفريق الدمنهوري، هنشوف مع بعض، في سقوط على الارض للاعب دمنهور محمد السنجاوي، حسدناه بقى،
قلنا نبص عليه زي ما قال وليد صلاح الدين، سقوط على الارض لمحمد مصطفى السنجاوي، ان شاء الله سليم يكمل مع فريق دمنهور اللي بدلائه احمد الشحات، شادي طه، محمود عبد اللطيف، علاء ماهر، عبد الواحد عبد العزيز، وده من الهدافي الفريق رجب رمضان واسامه شعبان. الجهاز الفني والاداري والطبي لفريق دمنهور رضا عبد العال، واحد من نجوم كره القدم المصريه، مدير فني، خميس بركات مدير كوره، اشرف خميس مدرب عام، باسم الرجال مدرب، علاء المليجي مدرب حراس، سيد الاسكندراني مدير اداري، محمد عبد الستار اداري، صابر النحراوي مديرا لشؤون اللاعبين، نشأت اباظة علاج طبيعي، محمد الايم ومحمد حسن اثنين مدلكين. ادي التماس لدمنهور وطويله من حماده جلال داخل منطقه الجزاء، يطلع على طول محمد عبد الحميد، مخطوفه في نص الملعب، محمود السيد، محاولة من محمود، تمرير من محمود، مخطوفة توصل عند أحمد ناصف، يلف وسطه يعملها بشماله في العمق في اتجاه وجيه عبد الحكيم، توصل لعماد شرف الدين، يوزع في الجانب الأيمن، ودي الأوفر لاب اتحطت حلوة كده، بقت تسديدة كده، بقت تصويبة أرضية ضعيفة معاها مركز ماسك محمد البحيري. فريق دمنهوري مش بطال، تقهقر بدون داعي من فريق بلدية المحلة، متصدر هذه المجموعة برصيد 34 نقطة، فرق 15 نقطة بينه من صاحب المركز الثامن فريق دمنهور صاحب 19 نقطة. محاولة من وجيه، مخطوبة في نص الملعب، وعماد علاء بيعتمدوا على الجانب الأيمن الفريق الدمنهوري، وادي الهجمة وادي اللعبة، حرك حسام صلاح في اللعبة اللي فاتت اللي عامل دويتو مع أحمد سالم، وادي الهجمة المرتدة باللون الأحمر، قهقر كويس جدا من لاعبي الفريق الدمنهوري، كلم محمد حسن، إنما تمريرة للسنجاوي اللي قام سليم يكمل في نص ملعب فريق دمنهوري، ويكمل النواحي الهجومية المطلوبة تحت وجيه عبد الحميد ومحمود معاذ ومحمد شرف، وادي الكرة الطويلة من حمادة جلال، طويلة كرة حمادة، ضربة الرأس حسام زين، شوقي، عبد الله، حسام، تمريره اتقطعت مره ثانيه، محمد بدر يقع ياخد ركله حره مباشره، وفي كارت اصفر وفي انذار للاعب البلديه تقريبا رقم 27 محمود السيد، راح احمد العزب يتكلم مع حكم اللقاء، وادي الانذار لمحمود السيد، تكثر الانذارات باربعه انذارات في صفوف بلديه المحله، حسام زين، محمد حسن، محمود السيد، ثلاث انذارات وانذارين في صفوف فريق دمنهور من نصيب عماد علاء وحمد جلال. احمد العزب كمل بيطلب لعيبه نص الملعب ينزلوا، انما حماده جلال يحطها داخل منطقه جزاء البلديه، تطلع اخر نفسه كويس محمد عبد الحميد والعزب، وادي واحده اماميه، اثنين من لعيبه البلديه اخرين نفسيهم كويس، عاملين كسره عدديه لاعبي دمنهور، تنأخر نفسه احمد ناصف وحماده جلال، وكان معاهم كمان عماد علاء، انما ياخد فريق البلديه من الجانب الايمن، شوف اللعبه من هنا ازاي تتحط ازاي، نص الملعب صاحب الانذار الاخير محمود السيد يوزع في الجانب الايسر، بريم حسن ياخد، يوزع بريم حسن، فتح له كده الدقي، انما اتحطت مره ثانيه في نص الملعب، يظهر في الكادر امام المنطقه محمد حسن، تصويبه بعيده المدى انما على حدود منطقه الجزاء، تتسقط، تتلعب ضربه الراس، تطلع على طول يطلع احمد ناصف، ادي حصار محلاوي للاعبي دمنهور، انما منظمين نفسهم كويس على حدود منطقه الجزاء، وادي اللعبه وادي الهجمه وادي التمريره، ونشوف حرك ازاي فيها شوقي فتحي، ياخد الفريق دمنهور ويكمل محمد بدر، انما تغطيه كويسه جدا من احمد العزب، يلعب الكره الطويله يصطادها حماده جلال، تطول منه تطلع بره الملعب عشان يرفع الرايه بطل علي، وياخد حسام زين رميه التماس للبلديه، اتلعبت ترجع له مره ثانيه، واحد ضد واحد، حسام عايز يفوت، اوفر لف مساحه ضيقه، خد لنفسه وحط العرضيه داخل منطقه الجزاء، كده ممكن شوطه من هنا، بقت عرضيه، بقت تصويبه، بقت مروجه، بقت محاوره، مره ثانيه العرضيه، هوبا! ضربه الراس من مكان قريب جدا من مرمى عمرو السعيدي، انما يرضى بعيد ومأمن نفسه عمرو، حاطط كتفه كده على القائم عشان تفوت الكره وتطلع بره الملعب، وكانت هجمه خطر لفريق البلديه. اخطر شويه، اوقع شويه فريق البلديه على مرمى دمنهور، وصلنا للدقيقه 36 من عمر الشوط الاول.
تعادل سلبي ما زال قائما في لقاء البلدية وفريق دمنهور. بلدية لقاء القادم هيكون كم حمادة، فاركو هو اللي هيقابل دمنهور في الجولة رقم 16. أحمد ناصف، حمادة جلال، يوصل نص ملعب البلدية، حمادة لعبها حلوة قوي، عرضية وأرضية، يستلم عماد شرف، محمد بدر، حمادة مع محمد حسن بره الملعب، تماس لصالح حمادة جلال لدمنهور. ادي حمادة، محدش قرب، لازم تحركات. عماد علاء تعلى منه الكرة، انما سيطروا عليها مرة تانية لاعبي دمنهور. محمود معاذ يوزع، توصل عند احمد سالم في الجانب الايمن، حسام صلاح، عماد، احمد سالم، حسام في العمق، حلوة، كمل عماد شرف، انما اتخطفت واتقطعت. وادي الهجمة المرتدة، وادي واحد ضد واحد، غطي كويس، مغطي كويس، انما بره الملعب الكورة. وادي التماس، كادر امام حضراتكم رضا عبد العال المدير الفني لفريق دمنهور، ذكروا لاعب مهاري جدا في صفوف نادي الزمالك وتألق في صفوف النادي الاهلي. وادي التمريرات، نشوف العرضيه، الارضيه المحلويه، بلديه المحله 105 تمرير 94 للفريق الدمنهوري. واقول لحضراتكم ذكر رضا عبد العال نجم في صفوف نادي الزمالك، نجم في منتخبنا الوطني، ونجم في منتخب مصر. نفس الكلام ينطبق على كابتن رمضان السيد، واحد من نجوم الكره المصريه واللي بدا حياته فريق مصنع 36، انتقل بعديها وتألق مع النادي الأهلي، تجارب عديدة وكتيرة جدا كمدير فني لفرق دوري القسم الثاني والدوري الممتاز. وادي التحضير الدمنهوري على حدود منطقة الجزاء، أحمد ناصف لحمادة جلال، يوسع كده ويروح ناصف في مركز الظهير الأيمن عشان يكمل أحمد سالم، ويعملوا كثافة عددية في نص الملعب مع محمد السنجاوي وعماد علاء وحسام صلاح ومعاذ، ويسيبوا حريه للحركه لعماد شرف تحت المهاجم الصريح وجيه عبد الحكيم. اتلعبت التماس، اتحرك عماد انما خد حسام، توزيع ومكمل كويس قوي محمد بدر الظهير الايسر، اشول محمد طويل القامه سريع الخطى، حلوه العرضيه، السلام على الجمله، انما اتخطفت وياخد فريق البلديه. حسام زين مركز الظهير الايمن، تدخل من حماده جلال قلب الدفاع، شوفوا حضراتكم رايح في المكان اللي فدي بعد تقدم الظهير الايسر محمد بدر. حسام زين تماس للبلديه، ضربه راس على طول، بدر تطلع مره لسه الكوره في الملعب، انما الركله الحره اتاخدت، اتلعبت، اتحطت في نص الملعب. وادي التوزيع، وادي التغطيه، يمسك على طول عمرو السعيدي، يبدا عمرو الهجمه عن طريق ظهيره الايمن احمد سالم، ينزل له حسام صلاح، اثنين عاملين شغل قوي، شغل كويس قوي في الجانب الايمن، يقع حسام، يصفر عبد العزيز السيد عشان ياخد عماد علاء الركله الحره المباشره. كلموا محمد السنجاوي، هتفص بالكوره، نلعب، نتحرك، اتلعبت الكرة عشان توصل عند المتقدم حمادة جلال، ماشي حمادة، أشول حمادة، عماد، عماد، علاء، توزيع مكمل أيضا أحمد ناصف، وادي واحدة عالية جدا، دور الحارس الطبيعي محمد البحيري، كرة عالية أعلى من المهاجمين المدافعين، خطوة والتانية ارتقاء، يمسك يبدأ الهجمة، وادي فاول على محمد نصر، فاول على محمد نصر مع حماده جلال، ياخد فريق دمنهور الركله الحره المباشره، حماده يلعبها على الارض عشان يستلم السنجاوي، يسلم لقلب دفاعه احمد ناصف، ادي ناصف، سنجاوي، حسام، عرضيه، ارضيه، يطلع دفاع البلديه، توصل نص الملعب، تطول انما لسه في استحواذ فريق دمنهور. ادي تمريره وتحضير في نص الملعب، تدخل بقوه، صفاره، عبد العزيز السيد، ركله حره مباشره لفريق دمنهور، سقوط على الارض للسنجاوي، يروح احمد ناصف عشان يعمل الكره الطويله، انما يلعب لاحمد سالم،
قرب له السنجاوي، محمد مصطفى السنجاوي فات بمهارة صفارة ركلة حرة مباشرة، صاحب مهارة محمد مصطفى السنجاوي، نفس الكلام كده حسام صلاح في صفوف دمنهور، وشوقي فتحي ومحمد عبد الله في صفوف بلدية المحلة. ركلة حرة مباشرة لفريق دمنهور، جانب الأيمن نص ملعب الفريق المحلاوي، تتلعب الكرة الطويلة من هنا داخل منطقة الجزاء، ولا في حاجة حافظينها ينفذوها من على الأطراف ومن على الأجناب بعد ما وصلنا للدقيقة 42 وصاحب القدم اليسرى على التنفيذ. نشوف بدري يلعب ازاي، عالية داخل منطقة الجزاء على طول بقبضة ايده محمد البحيري، تطلع بره المنطقة، يحصل يحصل، لسه الكرة في الملعب، اعتقد كده طلعت ولا ما طلعتش؟ لا فعلا طلعت، شارة من ايمن العقاد مساعد الحكم الثاني والقادم من منطقة القاهرة، قال الكرة اجتازت خط التماس وعطي ولا ركلة حرة، اتنقلت اتحطت حول شوقي فتحي ومحمد دقي في اللعبة اللي فاتت، ادي التمرير من ابراهيم حسن بره الملعب، تماس لفريق دمنهور. تم تأجيل لقاء الحرية ونبروه بالأمس نظرا لسوء الأحوال الجوية، والنهاردة تم تأجيل لقاء مياه البحيرة وغزل المحلة، واشتكى المدير الفني لفريق غزل المحلة الكابتن إبراهيم يوسف، وادي التسديدة محمد حسن إنما ضعيفة يمسكها عمرو السعيدي. مرة تانية فريق البلدية يحاول، زين عايز يفوت من الجانب الأيمن، شوف الأوفرلاب من هنا، مفيش أوفرلاب، احتفظ نفسه بالكورة ويحطها عرضية عرضية على حدود منطقة الجزاء، يصطاد في السكة حسام صلاح، ينطلق حسام صاحب مهارة وصاحب قدم يسرى وبيلعب في الجانب الأيمن، ياخد يمرر السنجاوي، نازل يساعد عماد شرف، حسام سالم، حسام مرة تانية ترجع لناصف عماد علاء، استحوذ الفريق الدمنهوري، وادي حسام صلاح واحدة أمامية بينية أطول من اللازم، يطلع يمسك محمد البحيري. النهارده بقول لحضراتكم لقاءات البلدية ودمنهور اللي بنتابعه معا عبر شاشة نهار رياضة، منصورة والرجاء دي كرنس مركز شباب كوم حمادة، الحمام وسيد المحلة، ونشوف الهجمة، وادي حمادة وادي محمد حسن، محمد صاحب مهارة محمد يقع محمد، ولقاء الحمام وصيد المحلة بدري وشربين فاركو والأولمبي كفر الشيخ وحرس الحدود. الأسبوع الماضي كان فاز البلدية على الأولمبي 3-1 بهدفين لمحمد المالح وهدف للدقي، وفريق دمنهور كان فاز على دي كرنس أحمد سالم الهدف. حمادة جلال 45 دقيقة من عمر الشوط الاول، انما الميقاتي هو حكم اللقاء كابتن عبد العزيز السيد، هو احنا بنمشي على ساعته بنلعب على ساعته. ادي واحده حلوه كده من شوقي فتحي في نص الملعب، وصلت ناحيه الشمال الدقي، انطلاق اختراق تدخل على الدقي، نازل ساعد كويس قوي في اللعبه اللي فاتت، ادي عماد، وادي مره ثانيه ياخذ عماد شرف، حسام صلاح، عماد علاء، محمد السنجاوي، حلو قوي برؤية حلوة، انما في راية مرفوعة من ايمن العقاد، تسلل لصالح بلدية المحلة، تسلل على دمنهور وركلة حرة غير مباشرة لفريق بلدية المحلة. الشوط الاول اقرب للانتهاء بهذه النتيجة، نتيجة سلبية بين الفريقين، وان كان الهدف بيجي في اقل من ثانية في اقل من لحظة، ممكن ده يتجلى في الثواني المتبقية من عمر الزمن الاصلي والوقت الاصلي للشوط الاول، بخلاف الدقيقتين الوقت المحتسب بدل ضايع اللي بيعلنهم الرابع محمد سامي القادم من منطقه الشرقيه. خلينا نلعب الوقت المحتسب بدل الضايع ونشوف ماذا يسفر عنه الشوط الاول في لقاء بلديه المحله والفريق الدمنهوري. حماده جلال يعلي بالقدم اليسرى على دائره المنتصف بالتمام والكمال، وجيع عبد الحكيم لوحده في وسط الخماسي المحلاوي، ياخذ القطره تغلب الشجاعه، وادي تمرير في الجانب الايمن، وادي الانطلاق بضربة رأس تغطية من أحمد ناصف بره الملعب، تماس لصالح البلدية.
تماس لصالح البلديه. ادي حوار رضا عبد العال مع مدافعيه وكيفيه تنظيم صفوفه في هذه المنطقه الهامه جدا جدا، خاصه في هذا الوقت القاتل من الشوط الاول. اللي هيسجل خلال الوقت المتبقي من هذا الشوط صعب على المنافس يعوض. محمد الدقي جانب الايسر، انطلاق اختراق ارتكاب المخالفه، صفاره عبد العزيز السيد والركله الحره لصالح فريق ضمنه. بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضايع. صفر بلديه المحله، صفر فريق ضمنهوري. نتيجه سلبيه بين الفريقين، وان كان فريق البلديه اللي كان اقرب للتسجيل والتهديف في مرمى فريق الضمنهوري. الكره الطويله من ناصف في اتجاه وجيه وعماد شرف الدين. لا ياخذ وجيه ولا عماد شرف، وياخذ فريق البلديه وابراهيم حسن. بشماله طويله واماميه. ادي استلام حلو قوي من محمد حسن، بعيد محمد نصر، تغطيه من حماده جلال، ياخد حماده، يحاور حماده، ما شاء الله اشول طويل القامه قوي البنيان وصاحب مهاره حماده جلال رقم 5. وادي قلب الدفاع احمد ناصف يلعب واحده ارضيه يصطادها في السكه على طول عبد الله. وادي التسديده محمد حسن، هوبا، الثواني الأخيرة للدقيقة 47 يندب حظه، كان ممكن يصوب أحسن من كده وأوقع من كده، وكان ممكن ينهي هذا الشوط بهدف للبلدية رقم 18 محمد حسن. فرصة أكيدة أكيدة ضيعة من البلدية ومحمد حسن. وفي هذه اللحظة مشاهدينا الكرام سفرة نشالات الشوط الأول بيطلقها عبد العزيز السيد، وإعلان تعادل سلبي بين بلدية المحلة ودمنهور. انتقل زميل كريم حسن شحاته والنجم وليد صلاح الدين، وحتى القاكم واحداث شوط تاني، لكم تحياتي ورق امنياتي سيد الثعلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية مشاهدينا الكرام لكم تحيات ورق امنيات سيد الثعلبي، ومعا نسعد ان شاء الله بمتابعة احداث شوط تاني لقاء بلدية المحلة ودمنهور في المباراة اللي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي. على يمين حضراتكم هيكون بالزي الأحمر فريق بلدية المحلة، وعلى الشمال الفريق الدمنهوري باللون الأزرق. بلدية المحلة محمد البحيري في حراسة المرمى، حسام زين، أحمد العزب، محمد عبد الحميد حكة، إبراهيم حسن خط الضهر، شوقي فتحي، محمد عبد الله اثنين محورة ارتكاز، قدامهم محمد الدقي، محمد حسن، محمود السيد ومحمد نصر. فريق دمنهوري على الشمال بالزي الازرق، عمرو السعيدي في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر، احمد سالم، حمادة جلال، احمد ناصف، محمد بدر، ثم الثلاثي محمد السنجاوي، عماد علاء، حسام صلاح، وثلاثي الهجوم في الامام وجيه عبد الحكيم وليد 98، تحت منه عمار شرف الدين ومحمود معاز. تاكم تحكيم لهذا اللقاء عبد العزيز السيد، مساعد حكم اول بطل علي، حكم ثاني ايمن العقاد، الرابع محمد سامي من الشرقيه. عموما نبدا مع بعض احداث الشوط الثاني. سقوط على الارض لاعب دمنهور، انما شكر وتقدير لزمايلنا في الاعداد، تجهيز على اعلى مستوى قبل واثناء وبين شوطي اللقاء، قياده الدينامو كابتن محمد باهي رئيس التحرير طبعا، وباقي الزملاء احمد معتمد، اسلام الكردي، احمد حامد، احمد كمون، مصطفى الشهدي، اي علي، ومحمد عبد الناصر. شكري وتقديري واحترامي لزملائي في الاعداد. قلنا قبل اللقاء ان زمايلنا سواء هنا او هنا صحفيين في دمنهور او في المحله كلهم خطبونا وكلهم قالوا ادلوا بمعلوماتهم وكلهم ساعدونا. حمدي عطيه بكر من جريده المسا في دمنهور، زميل عبد النبي النادي في المحله، وابراهيم المتولي، ليهم طبعا كلهم كل التقدير، حسام جابر، حسام انور، كريم عبد الرحيم. ونشوف اللقاء وماذا يسفر عنه اللقاء بلديه المحله وفريق دمنهور. شفنا الاستوديو التحليلي بين شوطي اللقاء، شفنا كريم حسن شحاته ووليد صلاح الدين كيفيه تحليلهم للقاء، لقاء فعلا يعني يذوب يوصل لمتوسط او اقل شويه، انما الاصرار والحماس واضح شويه، الاداء هو اللي قليل نظرا للضغط العصبي والنفسي على الفريقين. انما انت بتلعب تحت ضغط عصبي، عارف من بدايه اللقاء، ضغط نفسي قبل بدايه اللقاء، واللي بينافس واللي عايز يوصل للمقدمه كل ده بيجيبه على
جنب كده من الجنبين ويكمل لقائه بالشكل اللي يحقق له الثلاث نقاط اثناء المباراه. ادي محمد حسن اللي حصل على انذار في الشوط الاول، يسيب التماس على طول عشان ياخد ابراهيم حسن. ادي ابراهيم حسن ياخد يفوت يمر لسه يلف حوالين نفسه، يلعب كره من هنا يوزع قريب منه محمد حسن، انما ناحيه شمال الدقي يقدر يفوت تقهقر دمنهوري في توقيت مناسب احمد سالم، ياخد احمد ويلعب واحده في نص الملعب في اتجاه الاشول محمود معاذ في اللعبه اللي فاتت، انما ياخد الكره وادي المحاوره. برافو قوي حماده جلال، تمريره محمد بدر، مره تانية المحاولات من الفريق الدمنهوري في نص الملعب، انما اتقطعت الكره وياخد فريق بلديه المحله. رمضان السيد يا ترى يا هل ترى قال ايه بين شوطي اللقاء للاعبته؟ ازاي يكثف من هجماته؟ ازاي يخطف هدف يحصل بيه على الثلاث نقاط؟ اكيد رضا عبد العالي عامل حساباته انه يقفل منطقه نص الملعب، يكثف من عدد لاعبته في نص الملعب، يلعب على هجمه مرتده، ربما في اخر الشوط الثاني يكون هجماته بقى ويكون الجيم اتفتح كده بشكل او باخر. هنشوف فكر المديرين الفنيين. وادي العرضيه المحلويه تعلى الكره داخل منطقه الجزاء، هنشوف تسديده هوبا جول محلاوي، هدف محلاوي. لعبت الكره هجمه منظمه حلوه، روايتها حلوه، حكايتها ما اجمل ما اروع روايتها، وفرحه للفريق المحلاوي. اتحطت الكره حلوه، يسدد على طول بالقدم اليسرى داخل الشباك عشان يتقدم فريق البلديه على فريق دمنهور بعد مرور 4 دقائق من عمر الشوط الثاني. حلوه اللعبه وحلوه التسديده وحلوه التصويبه، وهدف محلاوي بعد مرور 4 دقائق من عمر الشوط الثاني. يتقدم فريق بلديه المحله على الفريق الدمنهوري بهدف مقابل لا شيء، 1-0 بلديه المحله. قلنا رمضان السيد قال ايه بين شوطي اللقاء، قلنا رضا عبد العال قال ايه بين الشوطين، انما الترجمه الفعليه لصالح فريق البلديه. 1-0 بلديه المحله. ركله حره مباشره لفريق دمنهور، محمد عبد الله صاحب الهدف رقم 16، هدف في الدقيقه الرابعه من عمر الشوط الثاني، محمد عبد الله يتقدم للبلديه الدقيقه الرابعه من عمر الشوط الثاني. هيحلو اللقاء عمر الشوط الثاني، هيحلو اللقاء، وتوقعنا اهداف في اللقاء انما اتاخر الهدف عن الشوط الثاني عن الشوط الاول، وشفناها في الدقيقه الرابعه من عمر الشوط الثاني. تقدم محلاوي، هنشوف الفريق الدمنهوري هيتصرف ازاي، رضا عبد العال هينظم نفسه ويعيد تنظيم وتصفيف لاعبته ازاي، وادي تدخل وادي فاول لصالح بلديه المحله، انما محمد عبد الله يتقدم لفريق البلديه في الدقيقه الرابعه من عمر الشوط الثاني عشان تبقى النتيجه 1 البلديه لا شيء فريق دمنهور. فريق بينافس على احتلال المركز الاول. كل النتائج النهارده الشوط الاول فيها انتهى بتعادل سلبي باستثناء لقاء الاولمبي وفاركو. الاولمبي تاني اقدم الانديه المصريه اللي اسس عام 1905، مهزوم من فاركو اللي ظاهر حديثا في عالم الاضواء بهدفين مقابل لا شيء. صعب جدا الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه اللي بتندثر رويدا رويدا عشان يغيب نادي الاولمبي عن الاضواء ويغيب نادي الاولمبي عن الاضواء والشهره ودوري الكبار. اولمبي عز الدين يعقوب، محمود بكر، بدوي عبد الفتاح، البحر جاسور، البوري، اسماء تقيله واسماء كبيره، انما كره القدم لا تعترف بالماضي ولا بالتاريخ، تعترف بالحاضر، بالجهد، بالعرق، بالامكانيات، خاصه في عصر الاحتراف. 1 البلديه لا شيء دمنهور، هدف لمحمد عبد الله في الدقيقه 16، وادي الضغط المحلاوي من بدايه اللقاء اصفر عن هدف عشان يعتلي قمه اللقاء فريق بلديه المحله. وادي الدقي في الجانب الايسر، محمد حسن، ادي صاحب مهاره محمد، دقي مره ثانيه، ادي المحاولات، وادي الانطلاق، قافلين عليه كويس لاعبي دمنهور، مساحه ضيقه انما معنويات مرتفعه، ياخد الفريق دمنهوري. تتخطف الكره وتتحط لاحمد سالم، احمد سالم يحطها في نص الملعب حلوه، ادي المحاوره من السنجاوي، مراوغه من السنجاوي، قطره تغلب الشجاعه، محمد حسن تسديده هوبا، انما يمسكها على طول حارس دمنهور عمرو السعيدي. 1 البلديه لا شيء دمنهور، الدقيقه الرابعه تشهد ظهور محمد عبد الله في كادر التهديف يسجل لفريق البلديه عشان يتقدم رمضان السيد على رضا عبد العال بعد مرور 4 دقائق.
انما وصلنا لثمان دقائق من عمر الشوط الثاني. على يمين حضراتكم باللون الاحمر الفريق المتقدم فريق البلديه، فريق المهزوم فريق دمنهور على الشمال بالزي الازرق. حماده جلال بيميل كده ناحيه الشمال تحت محمد بدر، ادي واحده ومحمد حسن، محمد حسن على الارض حلوه نقلها كويس، تحرك شوقي لمحمد حسن مره تانية، التوزيع في اتجاه حسام زين اقوى من اللازم عشان يرفع رايته امين العقاد مساعد الحكم الثاني وياخد محمد بدر التماس لدمنهور. اتحطت حلوه ونازل عمار شرف الدين، كنا بنقول عماد الاسم الاسم جاي لنا كده، عمار شرف الدين رقم 9 انما اتخطفت البلديه مره تانية. محمد نصر ادي التمريره وادي التوزيع وادي التحضير، ارتفعت معنويات لاعبي البلديه مفيش كلام، هدف رفع من معنوياتهم ازدادهم ثقه في انفسهم. فريق دمنهور اللي كان طامع وطامح للعودة الى دمنهور بيس، ثلاث نقاط مهزوم اكيد هتأثر في لعبته، انما رضا عبد العال بخبرته الكبيرة يقدر يفوقهم يقدر يصحصحهم. وادي سكوت على الارض المحمود معاذ رقم 17 وصفارة وركلة حرة مباشرة التنفيذ لاحمد سالم الظهير الايمن رقم 7. بسرعة اتحطت حلوة رقم 25 عماد علاء يمرر في العمق، الضغط عليه من احمد من العزب في نص الملعب مره ثانيه، تشتيت بالقدم اليسرى لحماده جلال توصل عند العزب يعلي تعلى الكوره، ادي الكوره حائره بين اقدام ورؤوس لاعبي الفريقين، انما حماده جلال يحطها على الارض المره دي يوصل لمحمد بدر صاحب قدم يسرى وصاحب مهاره، تاكلينج في توقيت مناسب، برافو برافو حسام زين، يقطع حسام ويمرر حسام، وادي الهجمه المرتده حلوه قوي اماميه بينيه حلوه، انما التغطيه على اعلى مستوى، تغطيه على اعلى مستوى، غطى كويس قوي في اللعبه اللي فاتت ناصف عشان تطلع الكوره بره الملعب، غطى كويس بدر وغطى كويس احمد سالم من الجانب الايمن عشان ياخد محمد بدر التماس لفريق دمنهور. ادي محمد بدر وادي التمريره تماس لفريق بلديه المحله الظهير الايمن رقم 11 حسام زين يلعبها في نص الملعب، ضلة للخلف ترجع، اخر نفسه كويس احمد العزب واخر نفسه كويس محمد عبد الحميد حكه، عمار شرف يحاول ضربه الراس من العزب متقدم فريق البلديه معنويات مرتفعه، ضربه الراس ترجع للحارس محمد البحيري، كرتهم القادمه بلديه المحله هتكون امام كوم حماده اللي بيخوض لقائه النهارده امام دي كيرنس، دمنهور هيقابل فاركو المتقدم على النادي الاولمبي بهدفين مقابل لا شيء، كل المباريات سواء فرق الوسط او فرق المقدمه او الفرق اللي بتصارع على من اجل البقاء كلها مباريات قويه. وادي صفاره من عبد العزيز السيد ورمي التماس لبلديه المحله، ولعت ركله حره عبد العزيز السيد حكم اللقاء القادم من منطقه الجيزه. وادي الكره الطويله مردوده براس عماد علاء، حصل على انذار في الشوط الاول عماد. وادي مره ثانيه سالم حسام سالم للخلف لناصف يلعب الكرة الطويلة ناصف مردودة بضربة رأس بره الملعب يسيب وياخد التماس أحمد سالم ظهير أيمن دمنهور رقم 7 أحمد هيلعب التماس. أدي التماس حسام صلاح مخطوفة في نص الملعب كمل كويس قوي الدقي وقرب محمود السيد، وأدي الهجمة المرتدة وأدي عماد علاء. عماد حلوة الكرة في قلب دفاع البلدية انما جه متاخر وجه عبد الحكيم مفاوضات بين الاسماعيلي وبين نادي دمنهور بخصوص انتقال هذا اللاعب، وجه عبد الحكيم رقم 98 مواليد 98 رقم 32، ودي بدايه هجمه من الجهه اليسرى لفريق دمنهور اللي بيحاول تدرك الهدف اللي منى يمين مرماه في الدقيقه الرابعه عن طريق محمد عبد الله لاعب الوسط في صفوف بلديه المحله. بلديه المحله نجوم التقال ونجوم الكبار اللي كان اخر ظهور ليه في الدوري الممتاز 2007 2008، اول ظهور كان 92 93 حقق المركز الرابع في اول ظهور رسمي ليه صحبه مديره الفني كابتن احمد شعراوي،
مجموعة اللاعبين بقى المغمورين واللي صاروا نجوم، طارق غيدة، نصر النني. شوف اللعبة كده بره الملعب، محمد سمير، طارق السعيد، إيهاب الليتي، أشرف إنجلش، أشرف كابونجا، سيد شبل، رضوان رفاعي، أكرم عبد المجيد، أحمد فاروق، محمد سلام، ياسر رضوان، محمد عمارة، محمد درويش. كل دي أسماء مثلت فريق البلدية في دوري الممتاز اللي استمر 7 مواسم متتالية. وادي الكورة، وادي العرضية، وادي ضربة الرأس تطلع من داخل منطقة جزاء البلدية، وادي الهجمة المرتدة. شوقي استلام حلو قوي، يمر، يمرر واحدة طويلة، انطلاق انطلاق، انما مفيش اختراق، يطلع يمسك عمرو السعيدي، يطلع يمسك عمرو السعيدي ويحطها نص الملعب في اتجاه عماد علاء اللي بدايته في نادي الاسماعيلي. توزيع في اتجاه حمادة جلال لمحمد بدر في العمق لوجيه عبد الحكيم، مرة تانية تطول الكورة، محمد نصر تحت منه الدقي ومحمود السيد. ادي المحاولة، وادي التغطية من محمد بدر تحت منه على طول في الجانب الأيسر حمادة جلال، يلعب واحدة طويلة حمادة، يروح وجيه عبد الحكيم، ما يلحقش وجيه، يشتت العزب وتطلع بره الملعب، والتماس لصالح فريق دمنهور. من هنا ممكن تتلعب الكرة الطويلة داخل منطقة جزاء فريق البلدية، أو يكون في تريكة حافظينه، تحركات، خلق مساحات يستغلها أي من اللاعبين اللي معهمش الكرة. نشوف رمية التماس هتكون ازاي. هذه طويلة داخل منطقة جزاء البلدية فعلا، سقوط على الأرض من عمار شرف الدين. عاطي ايه حكم اللقاء؟ نشوف مع بعض. دي البلكونات القريبة من ملعب بلدية المحلة، عشاق المحلة بشكل عام ومحبي بلدية المحلة بشكل خاص بيتابعوا طبعا لقاء فريقهم أمام دمنهور. تصدر الجدول برصيد 34 نقطة، يفوز النهاردة يبقى 37 نقطة، وينتظر لقاء الرجاء اللي بيحل ضيفا على فريق المنصورة، يقول لك يتعادل تبعد المسافات. انما دي وجهات نظر، كل واحد بيمني نفسه طبعا بما يتمناه. ودي الكوره، ودي هوبا اللعبه، رايح محمد الدقي، انما خرج على طول عمرو السعيدي، كان ممكن يبقى هدف لبلديه المحله. ادي اللعبه مره ثانيه، وادي التمريره ناحيه الشمال حلوه عند ابراهيم حسن في نص الملعب، اتحطت حلوه قوي. شوقي يستلم ضربه الراس، يسند على طول عشان ياخد محمد البحيري اللي شارك في الثواني الاخيره اثناء عمليه الاحماء بعد اصابه الحارس الاساسي اشرف بخيت، اصيب بشد كده قعد على دكه البدلاء وشارك الحارس البديل محمد البحيري. لحد دلوقتي راجل سادد، مالي مكانه ومالي مركزه ما شاء الله. ابراهيم حسن ياخد زي ايسر البلديه، محمد الدقي يحاول، تدخل من الدقي، تلمس الكره رجله وتطلع بره الملعب، وكان بيشاركه في اللعبه اللي فاتت حسام صلاح. تماس لدمنهور، اتلعبت، تاخدت، لعبت طويلة، إنما شارة من بطل علي. وادي رضا عبد العال في الكدر، ووصلنا ل 15 دقيقة من عمر الشوط الثاني. التقدم باللون الأحمر، التقدم محلاوي. أدي محمد حسن يفوت، ما فايت محمد حسن ماشي بعرض الملعب كده، تسديدة يا ولد يا لعيب، الله عليك، تسلم رجليك يا ابني، تسلم رجليك يا محمد يا حسن. فات الراجل، بص الراجل، شاف، سدد، صوب، سجل، هدف في المقص اليمين لمرمى عمرو السعيدي، والهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر الشوط الثاني. محمد حسن الله عليك، تسلم رجليك يا حمادة، تسلم رجليك يا ابني، هدف رائع بل أكثر من رائع، انطلاق واختراق، تسديد وتصويب، هدف جميل 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 جميل. لعيب مهاري، لعيب كويس في نصف الملعب محمد حسن، قدر يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر الشوط الثاني. 2 البلدية، 2 المحلوية، لا شيء دمنهور في اللقاء اللي بيجمع الفريقين على ملعب البلدية في الجولة رقم 15 ودوري القسم الثاني والمجموعة سي، المجموعة الثالثة. ودي محمد حسن، بص الراجل فات ازاي، بص ازاي، شاف ازاي، سدد، صوب، سجل، هدف. شوفوا الكرة رايحة فين، رايحة في مقتل لعمرو الصفتي بقى، ولا كل لاعبي دمنهور ولا كل حراس مرمى دمنهور يقدر يعملوا لها حاجه. محمد حسن يطلق العنان للقدم اليمنى ويسجل هدف من اجمل اهداف دوري القسم الثاني هذا الموسم والمجموعه الثالثه.
حلو الهدف يا محمد يا حسن، حلو التسديدة يا محمد يا حسن، ثلاث نقاط اللي بيقتربوا منكم أحلى وأحلى وأحلى يا فرحة رمضان السيد وجهازه الفني مع حمادة علو مدير فني مدير كرة، محمد يسري مدرب عام، النني مدرب، احمد صابر مدرب حراس، عزة الغباري مدير اداري، وادي الهجمه محلويه، واتفتحت بقى اتفتحت الشهيه لفريق البلديه، عزة الغباري مدير اداري، عبد الصمد خطاب اداري، رؤوف فوضى طبيب، وليد حسن علاج طبيعي، محمد عبد الفتاح اصابات وتاهيل، محمد عزة الشافع رئيس النادي طبعا مشرف عام، ونشوف مع بعض ماذا يسفر عنه هذا اللقاء. ده الجهاز الفني لفريق بلديه المحله اللي تقدم بالهدف الثاني فريقه عن طريق نجم خط الوسط رقم 18 محمد حسن، هدف اول في الدقيقه 4 لمحمد عبد الله، هدف ثاني في الدقيقه 16 لمحمد حسن، وادي هجمه لدمنهور، رايه مرفوعه من بطل علي، تطلع الكره بره الملعب، يسيب محمد الدقي رقم 25 عشان ياخد ابراهيم حسن التماس، يرجع للخلف ابراهيم حسن، قرب منه شوقي، انما توصل نص الملعب، وادي المحاورة، وادي المراوغة، عماد علاء، يقع عماد، انما توصل عند حسام، ياخد حسام صلاح، هيلعب بالعرض من هنا، يوزع، سندت مرة تانية المحاورة، ادي المحاورة من السنجاوي، ادي ولا رقم 17 هو محمود معاز اللي كان في اللعبة اللي فاتت، انما يشتت فريق البلدية، قافلين كويس قوي امام منطقة جزاهم فريق البلدية، انطلاقاتهم بهجماتهم المرتدة حلوة فريق البلدية، منظمين ما بين الدفاع والهجوم، متقدمين بهدف الدفاع والهجوم، متقدمين بهدفين المحلويه على فريق دمنهور. عماد علاء واحده طويله، عماد تغطيه من احمد سالم، تغطيه من حسام زين، ترجع للخلف عند حماده جلال، ويبدا احمد ناصف عشان يبدا تحضير الهجمه للفريق الدمنهوري. احمد سالم، ناصف، خطا في التمرير، مقطوعه على طول شوقي فتحي ببطن القدم، توصل عند عمرو السعيدي، انما الهدف الثاني جامد جدا اللي سجله محمد حسن، هدف ما قدرش يعمل له حاجه عمرو السعيدي، بلغه كده التنس لا يصد ولا يرد. عماد علاء، محمود معاز، انطلاق من معاز، يا ولد على المحاوره، تقدر تعمل زي محمد حسن، يلعب الكوره من هنا، سدد محمد حسن من هنا، ما سددش محمود معاز، وفضل انه يمرر، فضل انه يلعب الكوره البينيه، انما دي الكوره، وادي الهجمه المرتده، وياخد فريق البلديه، ومش تسلل، ادي الانطلاق، ادي محمد حسن مره ثانيه، انما تقدم من حماده جلال، خطوه والثانيه وبسن القدم يقطع كره محمد حسن اللي كان بينطلق وداخل منطقه الجزاء. بقول لحضراتكم افتتح يعني الشهيه كده اتفتحت لفريق البلديه، سقوط للاعب دمنهور، سقوط للاعب من بلديه المحله، سلامه اللاعبين وكل الاجهزه الفنيه وكل الموجودين من الملعب، مسؤوليه حكم اللقاء عبد العزيز السيد. لحضراتكم ان فريق دمنهور اخر موسم ليه في دوري الكبار كان 2014 2015، هبط بعديها لدوري القسم الثاني موجود في المجموعه الثالثه. صفاء رجب، علي التيتي، فوزي الشاعر، رجب عبد السلام، محمود بركات، بسام رجب، محمود الازاز، اسماء ثقيله واسماء كبيره مثلت نجوم ولهم من الباع الكثير والكثير في عالم كره القدم. تذكر السبعينيات تقدم دمنهور على الاهلي 2-0 في الشوط الاول، انتهى اللقاء 3-2 للنادي الاهلي، وكان الهدفين لواحد من نجوم دمنهور كابتن صفاء رجب. فريق بلديه المحله بقول لحضراتكم اللي قعد سبع مواسم متتاليه في الدوري الممتاز مهددا لباقي الانديه، صعد مره اخرى بعد عامين وبعد هبوطه، واستمر الاربع اعوام عشان يعود مره اخرى ما بين الصعود والهبوط، لعب نهائي كاس مصر 2002 2003 امام نادي الزمالك، واشهر مدربيه معروفين طبعا كابتن احمد شعراوي، كمال اسماعيل، ابو بكر عطيه، دول من ابناء المحله، الى جانب بقى زيزو من خارج النادي، فاروق جعفر، عادل تعيمه، محمد عمر، طلعت يوسف، والمعلم حسن شحاته. تاريخ كبير لفريق بلديه المحله اللي ظهر موسم 92 93 في دوري الكبار. مش معقول كل هذا التاريخ للفريقين والناديين، وصارع كل منهما في دوري القسم الثاني. ادي اللقطه على اسطح المنازل قريبه من ملعب بلديه المحله، تشجيع فريقهم بقى من اي مكان، من الشارع، في الشاشه، في الملعب. اتلعبت الكوره وركله المرمى الطويله، يلعب عمرو الصفتي، ما
وادي الكوره وادي اللعبه وادي الهجمه للمحله وتسديده مره ثانيه، انما بعيد بعيد عن مرمى السعيدي. فوتنا 20 دقيقه وداخلين على الدقيقه 24 من عمر الشوط الثاني، وادي رقم 19 في فريق دمنهور محمود عبد اللطيف. هنشوف محمود عبد اللطيف هيشارك بدلا من مين، رقم 19 اللي بيجري عمليه الاحماء. ودي الهجمه لدمنهور، اتخطفت المره دي من السنجاوي. ودي الهجمه المرتده، دق ياخد مركز الجناح الايسر. محاولات مره ثانيه عماد، طويله تسديده راح في اللعبه اللي فاتت، السنجاوي يسدد. وادي كارت اصفر وادي انذار لمحمد الدقي رقم 25 في صفوف البلديه. راح يتكلم مع الجهاز الفني والاداري، راح يتكلم مع رمضان السيد، قام على طول مدير الكوره حماده علوي، راح يتكلم حكم اللقاء عبد العزيز السيد. وادي محمد الدقي انذار واشتراك لمحمود عبد اللطيف رقم 19. مش هقول لحضراتكم مين اللي خرج في صفوف دمنهور، انما شارك محمود عبد اللطيف. بنتابع الحوار بين عبد العزيز السيد حكم اللقاء ورمضان السيد المدير الفني لفريق البلديه، ما شفناش تبديل، انما شارك محمود عبد اللطيف. وادي رقم 15 ايضا في صفوف دمنهور، شادي طه. ادي شادي طه، وكده تبديلين في صفوف الفريق الدمنهوري دفع بيهم كابتن رضا عبد العال. التبديل الاول لنادي دمنهور بدخول اللاعب معاذ وركله ركنيه، يطلع يمسك محمد البحيري. هنشوف اقول لحضراتكم مين خرج وشارك مكانه محمود عبد اللطيف، ونشوف شادي طه شارك بدلا من مين. عموما ركله حره التنفيذ لمحمد البحيري حارس البلديه. ووصلنا للدقيقه 25 متابعي هذا اللقاء، لقاء البلديه ودمنهور من عمر الشوط الثاني، وتقدم محلاوي بهدفين لمحمد عبد الله ومحمد حسن. محاولات الفريق الدمنهوري مستمره، محمود عبد اللطيف وشادي طه ورقتين ربحتين من وجهه نظر رضا عبد العال دفع بيهم من دقيقه. وادي استلام من احمد سالم، تدخل على احمد سالم، استلام لابراهيم حسن يلف وسطه ويحطها في نص الملعب، تقلش تطلع بره الملعب، ما ياخدش محمد حسن صاحب الهدف الثاني والجميل. عماد علاء ياخد لفريق دمنهور، يمرر عماد، عمار شرف الدين، مخطوفه كره عمار، واخد فريق البلديه. وادي الهجمه المرتده، محمد نصر يروح للجول، يروح للجول، انما يطلع عمرو السعيدي يعلي عمرو أمامية في اتجاه محمود عبد اللطيف. ادي مرة تانية كلمش، ادي الدقي، ابراهيم حسن أمامية، محمد الدقي سجل هدف في المباراة الأخيرة أمام النادي الأولمبي، مباراة فاز فيها البلدية على الأولمبي على ملعب الأخير 3-1. وادي تماس يلعب حسام، أحمد سالم عفوا، بعرض الملعب حماده جلال واحمد ناصف والتمرير كمل داخل منطقه الجزاء الظهير الايسر محمد بدر. وادي احمد سالم، عماد علاء، محمود معاذ، يقع معاذ على الارض، يقع معاذ وياخد احمد سالم الركله الحره المباشره لصالح فريق دمنهور. ادي التمرير وحسام صلاح اللي بيلعب جنب احمد ناصف عشان يكمل حماده جلال تحت محمد بدر في الجانب الايسر زي ما قال لي زميل ايهاب الكتامي. وادي عماد علاء ياخد تمريره، حرك له السنجاوي بكعب القدم حلوه من محمود معاذ، انما يخطف فريق البلديه. مفيش تسلل، مفيش تسلل، ممكن يبقى هدف ثالث، ممكن يبقى هدف ثالث، والتسديده اتاخر 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 اتاخر، خلاص بالقدم الشمال اليسرى من هنا تروح في الزاويه الشمال، كان يقدر يعمل حاجه محمد نصر لفريق البلديه وتكون ضربه اديه لفريق دمنهور بهدف ثالث في هذا الوقت المبكر.
28 دقيقة مشاهدينا الكرام متابعي قناة النهار الرياضة، تقدم للبلدية على دمنهور ما زال قائما. وادي فاول بياخده محمود معاذ بتدخل من شوقي فتحي في نص الملعب. اتلعبت الكورة، ناصف يوزع ناصف عشان يستلم حسام صلاح، ودي هجمة مرتدة السنجاوي اتخطفت منه، ياخد فريق بلدية المحلة. ادي المرور، ادي التمرير، ادي التحضير، ادي الكرة الحلوة، انما التغطية كويسة من حمادة واحمد سالم. صفارة وركلة حرة مباشرة لفريق دمنهور. اتلعبت الكرة بسرعة داخل كده جوه عبد اللطيف. ادي التمريرة، تغطية من ابراهيم حسن، تسقط وتنزل في اتجاه شوقي فتحي اللي بيوزع في الجانب الايمن. انطلاق من حسام زين، تدخل وسقوط على الارض من لاعب دمنهور رقم 4 احمد ناصف عشان يقع حسام وياخد الركله الحره المباشره الفريق الدمنهوري. اتلعبت بسرعه ناحيه الشمال في اتجاه محمد بدر، تمرير في اتجاه حسام صلاح، حسام لاحمد سالم، عماد علاء، ادي عماد، حلوه السنجاوي، توزيع احلى لمحمود معاذ، اوفرلاب لاحمد سالم، معاذ ياخد، هيلعب العرضيه معاذ، ادي بيدور على ثغره يمرر منها، يسدد، وحشه ضيع مجهود فريقه، حطها داخل منطقه الجزاء تبقى احسن واوقع، يا اما اسدد بقوه عن كده، انما لا قويه ولا في حتة ورايحة سهلة، ياخدها طبعا ويتدلع محمد البحيري من قده، متقدم بهدفين حتى الآن، وسيطرة لفريق البلدية في نص الملعب وهجمات مرتدة متميزة بيقوم بيها لاعبي البلدية، خاصة لاعبي الوسط شوقي فتحي ومحمود السيد والدقي، وتحركات طبعا صاحب المهارات محمد حسن. عمرو السعيد يمرر عمرو، أحمد سالم يستلم، ياخد عماد سالم، توزيع حسام صلاح، احمد ناصف، عمار شرف الدين، عبد اللطيف، اتخطفت، محمد حسن يقدر يروح، تسلل واضح، تسلل واضح، وتفاهم بين مساعد الحكم الثاني ايمن العقاد وحكم اللقاء عبد العزيز السيد. ثلاثين دقيقة من عمر الشوط الثاني، اثنين البلدية لا شيء دمنهور، نوبة صحيان وفوقان لفريق البلدية، معنويات ارتفعت بعد الهدف الأول في الدقيقة 4، وزاد ارتفاع المعنويات في الدقيقة 16 بعد ما سجل محمد حسن الهدف الثاني وهدف رائع. أدي الهجمة، وأدي حسام، وأدي العرضية محلوية داخل منطقة الجزاء، يطلع حسام على طول ببطن القدم، إنما المحاولة قائمة من لاعبي دمنهور والهجمة قائمة لفريق بلدية المحلة، وهجمة هنا وهجمة هناك، يحاول في اللعبة اللي فاتت شادي طه ياخد فريق البلدية، ودي التوزيع، انما يقطع بضربة رأس احمد سالم وفايت الكرة عشان ياخد محمود معاذ. ماشي معاذ، طويلة معاذ في الجانب الايمن، مقطوعة، ابراهيم حسن يقطع، توصل نص الملعب، تدخل بقوة من محمد بدر، ممشي الكرة وممشي اللعبة عبد العزيز السيد عشان ياخد عماد علاء الدين، يوزع عماد، تدخل وصفاره وركله حره مباشره من شوقي فتحي. قام محمود معاذ اللي واخد الركله الحره المباشره، تنفيذ الركله لحسام صلاح، وزع لعماد، عماد لعمار، عمار شرف الدين على الارض، حلوه كره عمار، معاذ يستلم، تمريره داخل منطقه الجزاء، محاورة، سقوط على الأرض ما فيهاش أي حاجة، ياخد فريق البلدية وياخد إبراهيم حسن ويحطها عند في اتجاه محمد حسن، داس على كورته بكل ثقة، سجل هدف جميل. أدي الدقي، محمد حسن، الدقي، مقطوعة، يقطع أحمد سالم. هنشوف تبديل في البلدية، ينظم صفوفه فريق البلدية وهو متقدم، أكيد ده فكر رمضان السيد. وأدي الهجمة، وأدي أحمد سالم، تقلش تطلع بره الملعب. أرقام مش واضحة. أدي رقم 28
محمد توكل، ورقم 15 هشام رشدي. دخل هشام رشدي، دخل هشام رشدي رقم 15، ويدخل محمد توكل رقم 28. ادي التبديلين، شارك هشام رشدي وشارك محمد توكل في صفوف البلدية، زي ما شارك محمود عبد اللطيف وشادي طه في صفوف ضمنها. 2-0 النتيجة لصالح البلدية، وتبديلين لكل من بلدية المحلة وضمنها. أحمد ناصف لضمنهور ياخد، بنقرب من الدقيقة 35 من عمر الشوط الثاني. بلدية متقدم على دمنهور بهدفين لمحمد عبد الله ومحمد حسن. ادي الكرة في نص ملعب دمنهور، انما ازدادت ارتفاعا معنويات لاعبي البلدية، بينافسوا وبيحتلوا المركز الاول قمة المجموعة الثالثة. هدفين يأكدوا تقدمهم وصدارتهم للمجموعة، انتظارا للقاء المنصورة والرجاء. الرجاء فرق نقطة عن البلدية، بياخد لقاءه أمام المنصورة. محمود معاذ، سالم، ناصف، عمار، ناصف، عمار، ناصف، ناحية شمال محمد بدر، إنما اتخطفت. هذه المحاولة، ومرة تانية يحاول عماد. وادي محمود عبد اللطيف وشادي طه، دول التبديلين اللي في صفوف فريق دمنهور امام حضراتكم. شادي طه، وادي الركلة الحرة هيلعبها الحارس محمد البحيري. كده وصلنا ل 35 دقيقة مشاهدينا الكرام، مشاهدي لقاء بلدية المحلة ودمنهور في إطار الجولة رقم 15 والقسم الثاني والمجموعة الثالثة. أدي القلشة، إنما والله لسه الكورة في الملعب. طولت، ياخد أحمد سالم الركل، رمية التماس، حطها في اتجاه عماد علاء. أحمد سالم والكورة الأمامية، ضربة الرأس تطلع بره الملعب عشان ياخد محمود معاذ. ادي محمود معاذ، وادي التدخل، وبره الملعب عشان ياخد سالم التماس. شادي، سالم، احمد ناصف، نازل ايمن يستلم، نازل محمد بدر يوزع في الجانب الايسر. كده نشوف عرضية، انما اتعملت حلوة، كده بقت عرضية بشكل اوقع واحسن لفريق دمنهور، انما فيها قلشة، انما في الملعب الكورة وضربة الرأس. لسه هجمة دمنهور قائمة، قلت خطورتها. محمد الدقي نازل يساعد، توصل الكورة ومحمد، والتسديدة يا ولد يا لعيب، حلوة تسديدة عماد علاء، حاول يقرب المسافات، سدد صوب يرضى وطاير معاها محمد البحيري حارس البلدية. هجمة حلوة كانت لمنهور، انتهت بتسديدة عماد علاء في الدقيقة 37 من عمر الشوط الثاني. رقم 28 في صفوف دمنهور عبد الواحد عبد العزيز. تبديل الثالث والأخير، يخرج السنجاوي ويلعب رقم 28 عبد الواحد عبد العزيز. ده التبديل الثالث والأخير في صفوف دمنهور، بهدفين سجل في الحرية وسجل في نبرو. رقم 28 اللي شارك عبد الواحد عبد العزيز. صفارة من حكم اللقاء عبد العزيز السيد. ركلة حرة مباشرة لفريق البلدية، التنفيذ لحسام صلاح. بشماله اتلعبت حلوة،
حاول محمود معاذ فيها انما ما ياخدش معاذ وياخد عبد الواحد عبد العزيز. ادي التماس وبيحاول فريق دمنهور جاهدا بعد ما وصلنا 38 دقيقة الا ان التقدم رفع من معنويات لاعبي بلدية المحلة ما فيش كلام، وضع طبيعي فريق المتقدم معنويات تكون مرتفعة، انما بيحاول فريق دمنهور رغم هزيمته وتأخره بهدفين. ادي المحاولة وادي واحدة ياخدها معاز، عماد علاء توزيع في الجانب الايسر، حاول فريق دمنهور يقدر يقرب المسافات، لسه 6-7 دقايق غير الوقت المحسوب بدل الضيع، ودي هجمه داخل منطقه الجزاء كده تسديده، معاذ اتاخر في بطء شويه في هجمات فريق دمنهور. وادي محمود عبد اللطيف، يحاول محمود عبد اللطيف في مركز الجناح الايسر والله يلف العرضيه حلوه، شادي ادي شادي يرتكب المخالفه بدون اي داعي، مهاجم مدافع بيكون في حاله قلق، بيكون قلقان، بيكون خايف، اضغط عليه يخطئ المدافع اسجل هدف بيجي من خطا، انما ارتكب المخالفه بتضيع كل الشغل اللي عمله فريقك ووصلوك لمنطقه الجزاء. ده اللي عمله شادي طه في اللعبه اللي فاتت. ضربه راس من محمد بدر. بدر يوصل نص الملعب على الارض لعمار شرف الدين. دايس عمار على كورته. واحده الثانيه تغطيه كويسه من العزب وحكة، اتنين كويسين وعجبني محمد عبد الحميد حكة واحمد عزب الاثنين المساكين في صفوف بلدية في صفوف بلدية المحلة. وادي الدقي ومحاولة لاختراق دفاع دمنهور. عماد علاء، محمود معاز لعيب كويس اشول رقم 17، محمود ماشي معاز ماشي معاز بينية يروح شادي طه يروح شادي طه، انما التدخل وبره الملعب الكورة وتماس لفريق دمنهور. اتلعبت التماس بسرعه عشان ياخد احمد سالم، محاوله لمحمد حسن، احمد سالم محمد حسن بقوه يلعب العرضيه تطلع بره الملعب، ركنيه لصالح الفريق الدمنهوري. ولا 40 دقيقه 85 دقيقه من عمر اللقاء، ركنيه لدمنهور، يلعب عمار شرف، شادي متقفش على رجله توصل له مره ثانيه، ادي شادي يعلي، ادي تسديده من هنا انما اشول وعلى يمينه محمود معاذ، حط الكوره لعمار شرف يلعب عرضيه يمسكها سهله محمد البحيري. عمار شرف الدين قلنا في الشوط الاول عماد، ورق جاي عليه عماد، كلمونا الاداريين وقالوا اسمه عمار شرف الدين. ادي المحاولة وادي عمار، توزيع في الجانب الايسر، انطلاق من محمد بدر، ادي محمد بدر ياس على كورته محمد، يعمل هات وخد في مساحة ضيقة، قرب شادي وقرب محمود عبد اللطيف، اتخطفت، محاولة غزو فريق البلدية قائمة من لاعبي دمنهور، ونشوف تسديدة، عمار شرف يوزع عمار، استلام، مرة ثانية، عبد الواحد يطلب، وادي عطية، وادي محمود معاذ، وادي التمرير في الجانب الأيمن، يستلم على طول أحمد سالم يقدر يلعب بالعرض من هنا، إنما يعمل تمريرة، دق يحاول، محمد حسن، محمود معاذ على شماله يحطها داخل منطقة الجزاء، بالمرصاد أحمد العزب، بالمرصاد محمد عبد الحميد حكة، مسيطرين كويس قوي على المنطقة الدفاعية، وياخد محمود معاذ مرة ثانية، أدي عبد الواحد، استلام من عبد الواحد، توصل لعمار، مرة ثانية، عبد اللطيف، شادي، 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 خطفت من شادي وياخد فريق البلدية، شوفوا حضراتكم الدق داخل فين، شوفوا الكثافة العادية أمام منطقة الجزاء وداخل منطقة الجزاء البلدية عاملة إزاي، وأدي الهجمة المرتدة والانطلاق محلاوي، إنما يطلع يمسك عمرو السعيدي، عمرو السعيدي ياخد ويبدأ الهجمة عن طريق حسام صلاح لحماده جلال، حسام صلاح، عماد علاء، عمار شرف الدين، ادي عمار تمريره اماميه مخطوفه ترجع مره ثانيه، ادي المحاوله عبد الواحد عبد الواحد، التوزيع من عبد الواحد عبد العزيز لاحمد سالم، عرضيه تخبط في جسمه ابراهيم حسن والتماس، تماس وفي تبديل اعتقد رقم 26 في صفوف البلدية، التبديل الثالث والأخير محمد فوزي، هيخرج محمد حسن صاحب الهدف الثاني والجميل، ويلعب رقم 26 محمد فوزي، تبديل ثالث وأخير في صفوف بلدية المحلة، محمد فوزي
بدلا من محمد حسن. شارك قبله هشام رشدي ومحمد توكل، وده يكون التبديل الثالث والاخير. ثلاث تبديلات ايضا في صفوف دمنهور باشتراك محمود عبد اللطيف وشادي طه وعبد الواحد عبد العزيز، وسقوط على الارض لحارس البلديه محمد البحيري. سقوط على الارض ومفيش اي تبديلات هتكون لا في صفوف البلديه ولا في صفوف دمنهور. هيكمل اللقاء، هيكمل اللقاء، انما القوانين والنظم واللوائح بتكفل لحارس المرمى علاجه داخل المرمى، داخل الملعب. بلديه ان شاء الله اللقاء القادم في الجوله رقم 16 هيقابل كوم حماده، بينما دمنهور هيقابل فريق فرقه في الجوله رقم 16. اخر لقاءات الفريقين، كان فاز فريق بلديه المحله على الاولمبي في عقردارو، وكان فاز فريق دمنهور على تكرنس بهدف مقابل لا شيء. عموما بيقترب لقاء بلديه المحله ودمنهور من نهايته. نتيجة تقدم البلدية على دمنهور بهدفين، تقدم محمد عبد الله في الدقيقة 4 من الشوط الثاني، ثم أضاف الهدف الثاني محمد حسن بتسديدة في المقص اليمين لمرمى عمرو السعيدي. إنما مناشدة لمسؤولي دمنهور لاعبي الكرة القدامى محافظ البحيرة دكتور محمد سلطان، ضرورة مساعدة الفريق الدمنهوري، كيفية تنظيمه من جديد على المستوى الإداري والفني، وكيفية إعادة دمنهور لدوري الأضواء والشهرة. دي في صوتنا لصوت محبيه، صوت زمايلنا النقاد والرياضيين، ونناشد الدكتور محمد سلطان بضرورة مؤازرة والوقوف بجانب فريق دمنهور. لسه شايفه في الملعب محمد حسن، ودي الهجمه، ودي الهجمه لفريق البلديه، ومحمد نصر ياخد محمد نصر مره ثانيه، يحاول محمد نصر، هوبا التسديده الدقيقه 90 من عمر اللقاء، وكان ممكن يبقى الهدف الثالث لمحمد نصر. هيخرج محمد حسن في هذه اللحظه ويشارك رقم 26 محمد فوزي، وده التبديل الثالث والاخير في صفوف البلديه. على ساعتي انا انتهى الوقت الاصلي للشوط الثاني وللقاء، انما حكم اللقاء عبد العزيز السيد هو الميقاتي اللي احنا بنمشي على ساعته وبنمشي على التوقيت اللي هو بيحتسبه، ولسه اللقاء شغال بين بلديه المحله ودمنهور، انما الثلاث نقاط تعتبر الرابط بشكل كبير جدا طبعا من فريق البلديه عشان يرفع رصيده ل 37 نقطه. يا ريت نعرف نتيجه مباراه المنصوره والرجاء ايه، ودي خمس دقايق بيعلنهم الحكم الرابع محمد سامي، وقت محتسب بدل الضايع بعد ما شاور بيهم من داخل الملعب الكابتن عبد العزيز السيد. يا ريت نعرف لقاء المنصوره والرجاء نتيجته ايه عشان نقدر نقيم الموقف بشكل عام. اتنين البلديه لا شيء دمنهور، ما زالت النتيجه تعادل سلبي. لقاء المنصوره والرجاء، زمايلنا في الاعداد اول باول سامعين ومتابعين معاكم، 0-0 نتيجه مباراه المنصوره والرجاء. ولو انتهى اللقاء ده بهذه النتيجه هيكون 37 نقطه لفريق البلديه، وفريق الرجاء يكون رصيده من النقاط 34 نقطه، ويزداد الفارق الى 3 نقاط. عموما لسه المباراه هنا ما انتهتش وهناك ما انتهتش، وادي الكوره وادي اللعبه وادي عبد الواحد ياخد ينطلق في لمسه يد. برافو حكم اللقاء عبد العزيز السيد، لمسه يد على عبد الواحد عبد العزيز اللي هدفين بقول لحضراتكم من اجمالي 16 هدف لفريق دمنهور، سجلهم في مرمى الحريه وفي مرمى نبرو. كان فاز دمنهور على الحريه 2-0 وعلى نبرو بنفس النتيجه. ادي هجمه واحده طويله صفاره لصالح فريق دمنهور، الركله الحره المباشره، وبنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدلا من ضايع. خمس دقائق كان اعلنهم الحكم الرابع محمد سامي. محصله حتى الان اثنين البلديه لا شيء دمنهور. حسام صلاح، عماد علاء، ناصف، اماميه، بينيه، محمود معاذ رقم 17 معاذ، عماد علاء، يبص عماد، يفكر عماد، سقطها داخل منطقه الجزاء. شادي فين؟ محمود عبد اللطيف فين؟ الاثنين بعاد، كثفين كويس قوي
على حدود منطقة جزائهم وداخل المنطقة لاعبي بلدية المحلة. ادي التمريرة نص الملعب عمار شرف الدين، يمرر عمار مرة تانية، يستلم توزيع حسام صلاح، تمرير وحش مقطوعة، ياخد الدقي اللي نازل يساعد، استلام مرة تانية من عمار، يبص عمار محمود معاز، انطلاق تسديد ضعيف سهلة يمسكها محمد البحيري، مواجه للمرمى، اي تسديدة في اي مكان بتبقى صعبة على الحارس، انما يقع محمود معاز وياخد فريق البلدية الكرة وتبدأ الهجمة من الجانب الايمن. تمريرة في نص الملعب، شوقي توزيع في اتجاه محمد نصر، تمريرة من نصر، تاكلينج من عماد، ترجع الكرة عند خط الظهر كده وتوصل عند عبد الواحد عبد العزيز عايز يفوت بسرعته، انما مقطوعه الكره ويستلم ابراهيم حسن، انطلاق وهجمه مرتده لفريق البلديه. ادي التوزيع في المنطقه الهجوميه الاماميه، انما يمسك على طول عمرو السعيدي. محمد بدر، عمار شرف الدين، حسام صلاح، احمد سالم، عمار سالم في اتجاه مرمى يتحرك، عماد علاء يسند، محمود معاذ بنسمع اسمه كتير خلال 12 13 دقيقه اللي فاتوا، وادي عمار، وادي عبد الواحد، تسديده جسمه مش معدول، الزاويه اللي ممكن يسجل فيها مش باينه ومش، رغم كده اخذ الركله الركنيه، صمم يشوط عبد الواحد عبد العزيز وياخد الركله الركنيه، ركنيه لدمنهور في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضايع، ممكن يكون هدف شرف من الكرة العرضية، نشوف مع بعض. أدي اتلعبت العرضية داخل منطقة الجزاء بقبضة إيده يطلع محمد البحيري، تسديدة في الزحمة من عماد علاء، تطلع الكرة بره الملعب وياخد فريق دمنهور، ما ياخدش حاجة، وصفارة النهاية بيطلقها حكم اللقاء عبد العزيز السيد، وإعلان تقدم البلدية على دمنهور بهدفين، الهدف الأول لمحمد عبد الله في الدقيقة 4، الهدف الثاني هدف الجميل لمحمد حسن في الدقيقة 16 عشان يرفع البلدية رصيده من النقاط ل 37 نقطة ويعتلي قمة المجموعة الثالثة. مبروك البلدية وهارد لك لدمنهور، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بسم الله ابتدينا والحمد لله انتهينا، لكم تحياتي ورق أمنياتي سيد الثعلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المباراة برعاية أحلى حكاية بدأت من سنين، أحلى نجاحنا علم ملايين، أحلى الماضي والحاضر وبكرة، أحلى جهد وعزيمة وفكرة، في جهود التال مفيش تغيير. هذه المباراة برعاية
البلدية بيفوز 2-0 على دمنهور، بلدية الأفضل، بلدية الأخطر، وهدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد عبد الله جعفر، الهدف الأول بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني. يتقدم البلدية 1-0 عن طريق محمد عبد الله جعفر. ده الهدف الأول، ومحمد نصر حجز كويس قوي لمحمد عبد الله جعفر. والهدف الثاني هدف محمد حسن، تسديدة من خارج منطقة الجزاء، نفس بالظبط الكرة بتاعت محمد المالح مهاجم البلدية في ماتش الأولمبي الأسبوع اللي فات. البلدية بيتصدر وبيستمر في الصدارة، والفرق كمان بيزيد. اهو ده هدف الأسبوع اللي